طيب كده تمام الحمد لله شباب، احنا عفوا عليكم، احنا بنسجل المحاضرة، بنعتذر عن التأخير ده، معلش بقى. الناس كلها معانا ولا لا؟ الشباب ما شاء الله في طيب يا دكتور، 105 من الطلبة، الشباب المهندسين، شباب معاذ واحمد وسارة واحمد وامنية، مريم، مصطفى، زياد، وسارة، واخرون. الاخرون طبعا ايه، هنقول اساميهم ان شاء الله اثناء المحاضره. طيب المحاضره بتاعت النهارده يعني محاضره للمقدمه، ومحاضره المقدمه صراحه انا مش عايز اقول لك ان هي تعتبر اهم محاضره. ليه بقى؟ لان احنا محتاجين خلال المحاضره دي نعرف ايه اهميه السيستم داينامكس بالنسبه لي كمهندس كهرباء، سواء بقى كنت مهندس كهرباء، سواء بقى كوميونيكيشن، سواء كمبيوتر، سواء باور او كده، كله لازم يعرف ويحس بالأهمية بتاعة الموضوع ده. تمام كده، أنا هبدأ بالأول، هبدأ بالكتابة على السبورة بتاعتي هنا، وتعالى نعمل شير للسكرين كده، هنعمل شير سكرين خلال ثواني. يبقى أنت شايف الإيه؟ الشاشة عندي أكيد، بس إن أنت شايف الشاشة عندي دلوقتي. لا لسه يا دكتور. طب دلوقتي لا مش شايف. شوية ظهرت ولا لسه؟ لسه. للأسف طبعا. إيش. طبعا انت عارف ان الصورة بتاخد وقت كبير عبال ما تتنقل، يعني لو النت يعني تعبانة ولا ايه. انا شغال دلوقتي على الفور جي بتاع الموبايل. ايه الاخبار؟ بانت ألو. دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه. لا يا دكتور. الشباب كلها ما بانتش عندهم؟ يا نهار ابيض، ما بانش حتى اصلا. ايوه لا كده ظهرت ايه دكتور؟ ايوه بان. ظهرت اخيرا الحمد لله. طب انت شايف الالوان بتاعتي الاحمر والاخضر والازرق والكلام ده؟ تمام كده، تمام. طيب السلام عليكم بقى شباب، خليك معايا بقى واحده واحده. تعال نتكلم جنرال الاول، وبعد كده نروح ايه، نروح للكورس كونتنتس ونشوف بقى كل حاجه احنا عايزين نعملها. سيستم داينامكس دي واحده واحده كده. انا هبدا ب حاجه بسيطه قوي. تعال نشوف كده البروبلم البسيطه دي، اللي هي ممكن تسميها السيرفو سيستم او السيرفو موتور. السيرفو موتور ده بيبدا بايه؟ بيبدا بالاتي، بيقول لك واحد عنده اللي هو الدي سي موتور. انا دلوقتي اي سيستم بالنسبه لي كانه صندوق مقفول كده، دي سي موتور. في الدي سي موتور ده ليه انبوت فولت وليه اوتبوت. خلي بالك بقى، اكيد عندي الانبوت فولت ده هسميه مثلا في انبوت، ماشي، والاوتبوت بتاعي هي السرعه بتاعه الدوران اوميجا راديان بير سكند، صح كده؟ بتقاس بالايه؟ راديان بالسكند، ودي فولت. تمام، عظيم قوي. طبعا واحد بيقول لي اكيد في علاقه ما بين الاوميجا والفي انبوت. طبعا انا كمهندس محتاج افكر في شكل العلاقه دي عامل ازاي. فواحد هيقترح علينا ان احنا نعمل ايه، ان احنا نرسم الاوميجا مع التايم. ادي التايم بتاعي وادي الاوميجا، فالان الاوميجا اكيد بتبدا من الصفر وبعد كده تطلع ايه، وتزيد لحد لما تثبت، لحد لما ايه، لحد لما تثبت. دي ممكن نسميها الاوميجا ستيدي ستيت، لحد لما ايه تثبت. طب دون ده جيفن انبوت فولت معين، ده انبوت فولت ايه، وليكن مثلا ده عند الفولت في واحد، فبعد كده قسناها لقينا ان هي مثلا ايه، ده كده عند الانبوت فولت ايه، في 2. فواحد ممكن يفكر طيب ايه العلاقه اللي بتربط الاوميجا بالفي انبوت؟ طيب اكيد في علاقه طبعا. ممكن اكيد انا كمهندس لازم افكر شكل العلاقه دي عامل ازاي، دي اول حاجه. فواحد بيقول لي ده اكيد بقى، خلي بالك عشان احنا خدنا كورس بتاع الديفرنشال ايكويشن، فعلى طول كده هقول ده في علاقه اسمها ايه، ان اسمها ان الاوميجا دوت زائد واحد على تاو في اوميجا بتساوي ثابت وليكن اسمه كي في في انبوت. الله، ده ايه ده؟ ده انا اقترحت الشكل ده. نخلي بالنا الشكل ده ليه اساس، طبعا ليه اساس، اللي هو ايه الشكل ده، هو بيفسر لي او المعادله دي بتقول لي لما يكون الفي انبوت قيمه ثابته يبقى الريسبونس بتاعي اللي هو اوميجا هيكون شكله زي ما هو مرسوم عندنا، زي ما هو ايه مرسوم عليه. والمعادله دي بتمثل المعادله بتاعت الفيرست اوردر سيستم، ده بنسميه الايه، الفيرست اوردر سيستم. طبعا فيرست اوردر سيستم لان الاوميجا بتاعته
أو في المعادلة في الطرف الشمال الأوميجا فيها تفاضل واحد فقط، فيها إيه؟ فيها تفاضل واحد فقط. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، يبقى أنا عم بفكر إزاي؟ بفكر إن أنا أعمل موديل للسيستم بتاعي، دي ممكن تسميها سيستم، ممكن تسميها بروسيس وهكذا. طبعا هو انا ليه بدأت بالمثال بتاع الدي سي موتور؟ لان احنا طلبة كهرباء، اكيد لو انا مثلا الكورس ده هدرسه الناس بتوع ميكانيكا كان ممكن ابدأ بحاجة ميكانيكال اكزامبل يعني، ماشي. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن الموتور ده. طيب ماشي. طب انت دلوقتي انت عرفت المعادلة بتاعت السيستم، واحدة من البارامترز اللي بتميز السيستم ده واضح ان هو المعادله فيها كام بارامتر؟ فيها 2 بارامترز اللي هي فيها تاو وفيها كي. خلي بالك بقى معايا، ممكن الكي ده احنا بنسميه جين والتاو ده هنسميه الايه؟ التايم كونستانت. كل واحده ليها تعريف هنقوله ان شاء الله في وقت، ده بنسميه الايه؟ التايم كونستانت بتاعي. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، يبقى احنا اذا قلنا ان السيستم بتاعي ده في معادله بتربط ما بين الانبوت والاوتبوت، المعادلة دي ليها بارامترز، البارامترز دي اللي هي التا والكي كل واحد منهم ليه معنى وليه دور وقيم ثابتة. قيم ثابتة دي معناها ان هي قيم لا تعتمد على التايم، قيم لا تعتمد على الايه؟ على التايم. القيم دي هي اللي بتحدد شكل الريسبونس بتاع السيستم. خلي بالك بقى كلمة ريسبونس هنا معناها ايه؟ معناها لما ارسم الاوميجا بتاعتي، لما ارسم الاوميجا بتاعتي مع التايم ده اسمه الايه؟ ده اسمه السيستم ريسبونس. طيب ده كلام جميل قوي، كلام حلو خالص. طب انا هعمل بيه ايه؟ ما دي حاجه مهمه جدا. هعمل بيه طبعا حاجه مهمه جدا. واحد بيقول لي لا ده انا هعمل بيه حاجات كتير. ايه هي بقى؟ انا عاوز اعمل حاجه اسمها السيرفو سيستم. ايه بقى السيرفو سيستم دي؟ السيرفو سيستم ده عايز اعمل كنترول سيستم. طبعا انا هسميه كنترول دلوقتي وهنعرف بعد شويه الكنترول جاي منين. ايه الكنترول سيستم ده؟ الموتور بتاعي هو عمال انا اديته فولت، عمال ايه؟ عمال يلف وخلاص. طب كده انا ما استفدتش منه بحاجه، او لو انا كده هستفاد منه لو في حركه، انا عاوز حركه بسرعه معينه. طيب بس انا مش عاوز استفاد منه بالطريقه دي، انا عاوز استفاد منه ازاي؟ انا عاوز دلوقتي اعمل سيستم تاني بقى، نرجع نعمل بلوك كده. دي البلوك اعمل ايه في السيستم ده؟ عاوز اقول له ان انا عايز ادور الموتور بتاعي بانجل معينه. الله، يعني ايه الكلام ده؟ بانجل كده اديله ثيتا انبوت. خلي بالك بقى معايا، اديله ثيتا انبوت يطلع لي ثيتا اوتبوت. يا سلام بقى، يعني ايه ثيتا انبوت وثيتا اوتبوت؟ يعني كان الريكويرمنت بتاعتي من السيستم ده عاوز اقول له عايز الف الشافت او العمود بتاع الموتور ده بزاويه 30 درجه. فالعمود هيلف بزاوية كام؟ 30 درجة ولا كام؟ هيلف بزاوية 30 درجة ولا كام؟ فده يعتبر اسمه الايه؟ دون اسمه كنترول سيستم. وبما ان هو في انجل فدون اللي هو الايه؟ الانجولر كنترول سيستم. طيب انا ممكن افكر فيه ازاي؟ ممكن افكر فيه ازاي؟ تعال نشوف، تعال نشوف. طب عشان افكر انا في حاجة زي كده، الانبوت بتاعي هنا، الانبوت بتاعي اللي هي ثيتا انبوت دي ممكن نسميها دي السيت بوينت. السيت بوينت بتاعتي دي هي القيمه اللي انا عايز اوصل لها، هي القيمه اللي انا عايز اوصل لها. الديفليكشن بتاع الشافت اللي هو العمود بتاع الموتور ده لما هيلف هيلف بزاويه ثيتا، هيلف بايه؟ بزاويه ثيتا. دي ممكن نسميها ايه؟ كنترول فاريبل. اسمه الايه؟ اسمه كنترول فاريبل. طب عظيم قوي. سؤال، وانا في كورس السيستم داينامكس هنا احنا هنشتغل كنترول ولا هنشتغل سيستم داينامكس؟ لا احنا خلي بالك احنا محتاجين السيستم داينامكس علشان الكنترول، علشان الايه؟ علشان الكنترول. طب تعال نروح واحده واحده كده. انا دلوقتي السيت بوينت خلاص انا عرفت ان دي قيمه انا هحطها ضمن المتطلبات بتاعت السيستم، عشان السيستم يشتغل يبقى لازم انا ادخل له انبوت، فلا هو هيوصل لي الايه؟ للاوتبوت اللي انا عايزه. عظيم جدا، عظيم جدا. نخلي بالنا مهم جدا ان الكنترول فاريبل، كلمه الكنترول فاريبل دي معناها ايه؟ ممكن الكنترول فاريبل ده ممكن يكون سرعه، ممكن يكون انجل، ممكن يكون ديسبيسمنت، ممكن يكون تمبريتشر اند سو اون. فبالتالي الكنترول فاريبل ده لازم يكون فيزيكال كوانتيتي اقدر ان انا اقيسها. اكيد انا اي فيزيكال كوانتيتي في سنسور بيقيسها، يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي التمبريتشر في تمبريتشر سنسورز،
هتلاقي الانجل، هتلاقي فيه اللي هو الايه، اللي هو الايه السيركولار بوتنشيومتر. هتلاقي لو انا عاوز اقيس الانجولار فيلوستي واستخدم تاج وجنريتور وهكذا، يبقى دي حاجه مهمه جدا. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني. يبقى انا دلوقتي لو انا قلت ممكن اعمل سيستم كالتالي، ممكن اعمل ايه سيستم كالتالي. السيستم بتاعي ادي عندي الموتور اهو، ادي عندي الموتور اهو، الدي سي موتور بتاعي مطلع لي هنا ايه. احنا قلنا هنديله فولت، هنديله هنا انبوت فولت، هيطلع لي اوتبوت اللي هي اوميجا. خلي بالك بقى معايا، الاوميجا دي، الاوميجا علشان اقيسها، خلي بالك الاوميجا اصلا عشان تقيسها لازم تقيسها بتاكو جنريتور، تقيسها بايه، بتاكو جنريتور. يبقى خلي بالك بقى معايا، بس انا لسه قايل من شويه ان انا عاوز اكنترول الثيتا، عايز اكنترول ايه الثيتا. يبقى خلي بالك ازاي العلاقه ما بين الثيتا والاوميجا. طب احنا عارفين العلاقه دي، تعال نشوف كده. واحد بيقول ان العلاقه ما بين الثيتا والاوميجا ان الاوميجا بتساوي ثيتا دوت، يبقى كان الثيتا عباره عن الانتجريشن بتاع مين، بتاع اوميجا. يبقى تاني خلي بالك بقى، يبقى تاني كان الاوميجا خدتها عملت لها انتجريشن، جبت منها مين، جبت منها الثيتا. وطبعا الانتجريشن ده هضربه في فاكتور، وليكن الفاكتور ده ممكن تسميه الفا، ممكن تسميه كي، وات ايفر يعني، تعال نسميه كي اي، تعال نسمي الايه الفاكتور ده كي اي. يبقى خلي بالك بقى تاني، يبقى انا اذا هنا انا عندي الموتور است الاوميجا. طبعا نخلي بالنا طبعا ما حطيتش هنا التاكو، او ممكن التاكو يكون عباره عن السيجنال بتاعته كانها عباره عن اوميجا مضروبه في فاكتور، فالفاكتور ده موجود هنا جوه الايه، جوه الكي، جوه الايه، جوه الكي. وممكن طبعا نرسمها تاني بالتفصيل، او تعال نعملها ايه، نرسمها تاني بالتفصيل عشان ايه، يكملنا حجم الشاشه بتاعت الكمبيوتر اللي انا بستخدمه، حجمها صغير شويه بالنسبه لحجم الخط اللي انا بكتبه. يبقى انت عندك هنا ادي الاوميجا، هيطلع سيجنال، هيطلع ايه سيجنال، السيجنال دي بتمثل الايه القيمه بتاعت التاكو اوتبوت. يبقى ادي الكيتي بتاعت التاكو، يبقى دي كده تمثل ايه التاكو، تاكو جنريتور، تمام كده. طلع لي سيجنال بتناسب مع اوميجا، هاخد السيجنال دي اخدها اعمل لها انتجريشن، اخدها اعمل لها ايه انتجريشن. الانتجريشن بتاعي هنا تعال نسميه واحد اللي هو العلامه بتاعت الانتجريشن كده. وبعد كده اخد انا اي اضربها في كي تاني، فاكتور تاني ليه علاقه بالايه بالبروسيس دي، وليكن تعال نسميه كي وات ايفر كي واحد، هيطلع لي ثيتا، طلع لي ايه ثيتا. المهم سام هاو انا قدرت اقيس ثيتا، سام هاو قدرت اقيس ايه ثيتا. طبعا ثيتا عشان نقيسها احنا بنعمل ايه، بنحط سيركولار بوتنشيومتر على الشافت بتاع الايه بتاع الموتور. عظيم جدا. المهم انا قدرت اجيب ايه، اجيب الثيتا دي. طيب اكيد الثيتا دي هي اللي انا عايز اعمل لها كنترول. طب انا كده الشكل ده انا حطيت في انبوت ولقيت الثيتا بتاعتي عماله ايه، عماله تزيد تزيد تزيد، طبعا ما بتوصلش للثيتا اللي انا عايزها. فهعمل ايه، اخد الثيتا دي اللي هي كنترول فاريبل، اطرحها من السيت بوينت بتاعتي اللي هي الثيتا انبوت. اخد دي بقى، بص كده معايا اهو، اخد دي كده اطرحها من دي. يبقى خلي بالك بقى هنا كده داخل بلس وهنا ماينس، دي كده كانها اوب امب سيركت اللي انا بشاور على دي، كانها اوب امب سيركت بتجيب لي الايه الديفرنس بتاع الايه بتاع الثيتا من الثيتا انبوت. هيطلع لي حاجه اسمها الايرور. خلي بالنا الايرور ده هو اللي هاخده وادخله على الايه، على الكنترولر بتاعي. يبقى البلوك اللي انا هعمله بالاحمر ده اهو، ده كده ده هنسميه الايه، هنسميه الكنترولر، نسميه الايه الكنترولر. طيب يبقى تاني الشكل دون، الشكل ده بنسميه ايه، تعال نعمله بالاخضر كده، اسمه كلوزد، اهو كلوزد لوب كنترول، كلوزد لوب ايه كنترول. عظيم قوي. طب كلوزد لوب ليه؟ لان انا خدت بالك، انا خدت الثيتا، خدت الثيتا اهي، طرحتها من الثيتا انبوت اللي هي الريفرنس بتاعي، طلع لي ايرور، دخلته على الكنترولر، وبعد كده الاوتبوت بتاع الكنترولر دخلته على الايه، على البروسيس وهكذا. طيب عظيم قوي. يبقى انا اذا هنا، هنا عملت ايه، عملت كذا حاجه. اول حاجه، اول حاجه عملت موديل رياضي او ماثيماتيكال موديل اهو. الماثيماتيكال موديل ده بيوصف ازاي الاوتبوت بتاع البروسيس بيتغير بالنسبه للانبوت، بيتغير بالنسبه لايه، بالنسبه للانبوت. طيب طب انت عملته كده هيساعدك ازاي في الكنترول؟ خلي بالك بقى، ما هو الكنترولر اللي انا كاتبه ده،
كنترولر اللي انا كاتبه دون محتاج شوية تيونينج. ازاي الكلام دون؟ ما هو الكنترولر ده، الكنترولر انا قلت كلمة كنترولر شكله عامل ازاي؟ ممكن واحد يقول ان هو شكله رقم واحد حاجة اسمها الانالوج كمبيوترز. استنى بقى، انت هتقعد تكلمني على حاجات بتتعمل من سنة 60؟ مش مشكلة، مش دي القضية دلوقتي. يبقى الانالوج كمبيوتر ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مجموعة من الاوب امب سيركتس. ليه الاوب امب سيركتس؟ الله، تم الاوب امب سيركتس دي معاها ريزيسترز ومعاها بلا بلا بلا، محتاجة تيونينج. محتاجة ايه؟ تيونينج. عامل ازاي؟ ده سؤال. طب ده اولد فاشن؟ لا، هو مش اولد فاشن، هي طريقة. الطريقة التانية ان هو عبارة عن كمبيوتر، الكمبيوتر بتاعي خلي بالك. يبقى تاني، وانا يبقى اذا الكنترولر بتاعي ده قد يكون ان هو عباره عن سيركت عاديه. ما الانالوج كمبيوتر زي عباره عن سيركت، عباره عن ايه؟ عباره عن سيركت، تمام. او ان هو يكون كمبيوتر، فالكمبيوتر ده محتاج طبعا. واحد هيقول لي انا هستخدم اي نوع من الكمبيوترز؟ تستخدم مثلا السنجل بورد كمبيوترز، اسمها الايه؟ السنجل بورد كمبيوترز. والكمبيوتر ده محتاج الكنترول الجوريزم. محتاج الايه؟ الكنترول الجوريزم. الله، طب ما هو الكنترول الجوريزم ده ما هو محتاج واحد هيكتب البرنامج. طب هيكتب البرنامج ازاي؟ مش محتاج ان هو يعمل سيميوليشن. خلي بالك بقى معايا. يبقى تاني، سواء الكمبيوتر بتاعي عباره عن انا الكمبيوترز اللي هو السيركتس العاديه بالشكل العادي بتاعها، ممكن سميها اللي هو كونفنشنال او سميناها الانالوج كمبيوترز، او ان هو بالشكل اللي هو المودرن قوي اللي هو الشكل بتاع السنجل بورد كمبيوترز. والسنجل بورد كمبيوترز دلوقتي كل الناس بتستخدمها، زي الراسبيري باي، زي كذا زي كذا، زي الاردوينو انصوان. فدي انواع مختلفه، زي الجيتسون كيت. وده على فكره الحاجات دي اوريدي موجوده دلوقتي، واسعارها ما هياش باهظه يعني وكده، فممكن نشتريها ونستعملها عادي خالص، تمام. حتى التكنيكال سبورت بتاعها بقى ما شاء الله افيلابل يعني، ومتاح والدنيا كويسه. طيب التاني بقى، لما اجي بقى سواء ان انا هكتب اللي هو كنترول الجوريزم، او ان انا لسه هاتيون البارامترز بتاعت الانال كمبيوترز دي، فانا مش هقدر فعليا ان انا اروح اعمل الكلام ده على الهاردوير. مش هينفع ان انا اروح اعمل الكلام ده على الهاردوير. ليه؟ لان في مخاطر، في مخاطر من ان انا ايه اعمل حاجات على الهاردوير. فمن الافضل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل سيميليشن. الافضل ان انا اعمل ايه؟ اعمل سيميليشن. طب السيميليشن ده معناه ايه؟ السيميليشن ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي برنامج كمبيوتر، بقى عندي برنامج كمبيوتر. برنامج كمبيوتر ده هيستخدم ايه بقى؟ خلي بالك بقى، برنامج كمبيوتر اول حاجه ياخدها في الاعتبار ان هو هيستخدم الماثيماتيكال موديل اللي انا عملته من السيستم داينامكس، او بيوصف السيستم داينامكس. يبقى خلي بالك بقى تاني، يبقى اذا هنا السيميليشن بتاعي ده هيستخدم الماثيماتيكال موديل اللي انا اطلعه، اللي هو هيوصف السيستم داينامكس. دي حاجة. تاني حاجة، هيستخدم الموديل بتاع الكنترولر. الكنترولر ده هيبقى ليه شكل، ليه موديل برضك هو آخر. هيبقى ليه ايه؟ هيبقى ليه موديل هو آخر. فبالتالي الاتنين انا ايه هستخدم. بعد كده هيوريني، هيبلوت شكل الريسبونس اللي انا عايزه، شكل الايه؟ الريسبونس. وبالتالي اقدر ان انا حطينا علامة استفهام بقى، اقول ان الكلام ده بالنسبة لي مرضي ولا لا، الكلام ده بالنسبة لي مرضي ولا لا. وانس ان انا لقيت البارامترز بتاعتي او الكنترول الجوريزم بتاعي خلى البرفورمانس بتاعه زي ما انا عايز، يبقى خلاص. يبقى انا ايه؟ يبقى انا دلوقتي اقدر بقى فعليا اروح اطبقه في الحقيقة، هو ايه؟ واستخدمه، يبقى الدنيا افضل. طيب لو انا بصيت على شكل الريسبونس، شكل الايه؟ شكل الريسبونس. طيب قبل ما ابص على شكل الريسبونس، طبعا الابلكيشن بتاع السيرفو موتور ده ابلكيشن مهم جدا، لان انا منه بقى ممكن اعمل ابلكيشنز كتير، زي التوجيه بتاع الانتنا والحاجات. هتلاقي تطبيقات كتير قوي لموضوع الايه؟ السيرفو موتور والكلام ده، تمام كده. نخلي بالنا احنا في كهرباء بنتكلم عن السيرفو موتور. هتلاقي بقى عندك الناس بتوع الهيدروليكس عندهم حاجه اسمها الهيدروليك سيرفو موتور، معايا كده؟ اوكي. بيستخدموا بقى البريشر، وبيستخدموا سواء بقى ضغط الهواء او ضغط الزيت في ان هو يعملوا زي سيرفو سيستمز وهكذا. طيب عظيم قوي. الشكل الريسبونس بتاعي انا يعني دلوقتي لو انا عندي الشكل الريسبونس، خلي بالك بقى معايا،
يبقى احنا دلوقتي من يبقى احنا في الاول عملنا السيستم داينامكس، وصفناها، وصفنا العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت. الخطوه الثانيه استخدمت الموديل ده مع الموديل بتاع الكنترولر علشان ان انا في السيميليشن بتاعي اشوف شكل الريسبونس ازاي. طب شكل الريسبونس بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ احنا على سبيل المثال في الكيس بتاع السيرفو دي عندي ما يسمى بيه الستيب ريسبونس. ايه بقى الستيب ريسبونس دي؟ الستيب ريسبونس دي بيبقى عندي السيستم بتاعي عاوز الانبوت بتاعه اهو، ادي الايه، احنا قلنا عندنا ثيتا انبوت، عندنا الايه الثيتا انبوت، وعاوز اشوف الثيتا اوتبوت عامله ازاي، عاوز ارسم ثيتا اوتبوت مع التايم عامله ازاي. طبعا احد الحاجات تعالى نستخدم الالوان هنا بقى، واحد لما عمل ريسبونس لقى ان الريسبونس عامل كده. طيب ماشي، واحد تاني عمل ايه؟ لا اسرع شوية. ماشي، وبعد كده واحد تالت راح عمل ايه؟ لا الريسبونس بتاعه اللي هو وهكذا. اوبس، تمام. طيب نخلي بالنا، يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من الريسبونسز هنا بقى. ده كده بنسميه اللي هو البطيء قوي، ده ممكن تسميه الايه اللي هو اوفر دامبد سيستم، اسمه ايه؟ اوفر دامبد. اللي في النص ده كريتيكال، اللي في النص ده ايه؟ كريتيكال. دي كده اللي هي فيها ايه اسمه ايه؟ ده اسمه اندر دامبد، اللي بيديني اوفر شوتس ده. يبقى خلي بالك بقى معايا، يبقى انت عندك كان عندك في السيرفو سيستم ده، كان عندك في السيرفو سيستم عندك ثلاث انواع من الريسبونسز، عندك الاوفر دامبد والكريتيكالي دامبد والاندر دامبد. طبعا انا كديزاين بروبلم يعني او كديزاين ايشو يعني، انا المفروض انا بختار انا عايز انهي ريسبونس، انا عندي عايز ايه انهي ريسبونس. يعني مثلا واحد عاوز ياخد الريسبونس اللي هو بتاع الاندر دامبد، بس الاندر دامبد زي ما هنشوف ان شاء الله ليه بارامترز بتوصفه. البارامترز بتاعت الريسبونس دي هي البارامترز بتاعت السيستم او بتاعت الكنترولر، البارامترز بتاعت السيستم او بتاعت الايه بتاعت الكنترولر. يبقى خلي بالك بقى تاني بقى، يبقى تاني بقى انا دلوقتي من الموديل اللي انا عملته استخدمته عشان اسيميوليت السيستم واشوف الريسبونس، واغير البارامترز بتاعت الكنترولر علشان احصل على ايه، على شكل ريسبونس مناسب، وبالتالي يبقى انا عملت السايكل بتاعت الايه بتاعت الكنترول سيستم بتاعي. نشوف الاسئله. الشباب المهندسين، شمس الدين محمد، قول يا شمس. في اسئله في الجزء ده؟ لا ما اعتقدش، انا بس ممكن حته السيميليشن يعني هل كان فاعد عيدة تاني اخر جزئية خالص اللي هي بتاعت البلوتس؟ لا ايه، قولي اني حتة بالظبط، استنى نكبر البتاع كده اهي، قولي اني جزئية صغرها شوية عشان نشوفها كلها. اللي هي كانت مفروض يعني انا بفترض مسامات كالموديل يعني، ولا المفروض بعمل ايه يعني عشان اعمل سيميليشن؟ احنا انت حضرت معانا الاول مسامات كالموديل لمين المسامات كالموديل؟ اوكي يعني انا بفترض يعني السيستم هيبقى شكله عامل ازاي وبطلع المفاهيم. لا انا مش بفترض، انا بدرس السيستم. خدت بالك انت انا عملت ايه؟ انا بصيت ادي خدت الموتور كمثال، خدت الموتور ده رحت عملت ايه، شغلته ورسمت الاوميجا بتاعته مع مين؟ مع التايم. صح، رسمت الاوميجا بتاعته ايه مع التايم، فلقيت ان الشكل الريسبونس ده مناسب للمعادله التفاضليه من الدرجه الاولى. ايه خدت بالك؟ معايا ده انا ده الموتور ده لوحده، انا بتكلم على ايه، على الموتور ده لوحده مناسب للمعادله التفاضليه من الدرجه الايه، من الدرجه الاولى. تمام كده، يبقى انا كده عملت له موديل ولا لا؟ صحيح، تمام كده. اوكي، نيجي بقى للسيستم كاوفر اول. خلي بالك السيستم كاوفر اول هنا ما بقاش فيه الموتور بس، بقى فيه الايه، الموتور، وبقى فيه الكنترولر. تمام كده مظبوط. طيب لما بقى في الموتور وبقى في الكنترولر وشفت الريسبونس ده كده، واضح ان الريسبونس ده او النوع ده من الريسبونس مناسب للمعادله من الدرجه كام؟ ثاني درجه كام؟ الازرق، لو الازرق يبقى الثانيه. ايوه كده بالظبط كده، خدت بالك؟ ده جبناها منين دي؟
افترضناها. ماشي، من خبرتنا احنا في السيستمز او في الايكويشنز احنا عارفين ان الشكل ده هو الريسبونس بتاع الايه، المعادله من الدرجه الثانيه، ايه صح ولا لا؟ ولا احنا هنتعامل صح مع الموضوع ان احنا ما عندناش خبره؟ اوعى تقول لي ما عندناش خبره، لا ده احنا عندنا خبره كبيره. تمام كده، تمام. كلامك. ايه تاني؟ حسن اتفضل يا حسن. دكتور حضرتك سامعني؟ اتفضل اتفضل. دكتور، بس حسن رمضان، قول يا حسن. في الكلوز لوب كنترول، انا مش فاهم احنا احتاجنا ليه التاكوميتر؟ يعني احنا كده كده عايزين نجيب السيتا، فعملنا انتجريشن، ليه احتاجنا ان احنا نعرف السرعة؟ هو انت عامة علشان تقيس اوميجا، عشان تقيسها كسيجنال، صح ولا لا؟ مظبوط. ركز كده معايا، احنا قلنا ايه؟ قلنا ثيتا هي عبارة عن الانتجريشن بتاعت اوميجا. تمام. طب فيزيكالي هقيس اوميجا ازاي؟ مش هقدر طريقة اقيسها غير تاكو، بالتاكوميتر. صح كده؟ يبقى انا تاني عشان يبقى عندي سيجنال بتمثل اوميجا يبقى لازم استخدم التاكو جنريتور. تمام، ماشي، تمام، شكرا يا تمام دكتور. كده، تمام. مين تاني؟ ها كويس، اتفضل يا احمد. احمد هاني، قول يا احمد. يا دكتور، هو شكل اتفضل. الديفرنشال ايكويشن بتاع السيستم، يعني انا ببنيه من الاول ولا هو زي ما حضرتك لا، قلت الحته بالخبره؟ دي السؤال ده مهم على فكره، لان الشكل بتاع يعني ايه الشكل بتاع الديفرنشال ايكويشن او الشكل بتاع الموديل ده هو الكورس بتاعنا. تمام، يعني تمام، هو الكورس بتاعنا. انت كمبيوتر ولا كوميونيكيشن؟ لا كوميونيكيشن. الناس بتوع كوميونيكيشن والناس بتوع كمبيوتر، سواء او الناس بتوع باور، لما اجي اتعامل مع اي سيستم وعاوز اربط الانبوت مع الاوتبوت لازم افترض شكل، صح ولا لا؟ لازم افترض شكل. وانا ينفع ان انا اتعامل مع سيستم بدون ما افترض شكل ليه؟ قصد فاهم قصدي؟ حضرتك ايه بان انا افترض له شكل؟ معادله، يعني معادله تربط الانبوت والاوتبوت تمام. معايا. ده دي تمام، معايا، دي اهم ايوه ايه حضرتك. نقطه في الموضوع. تمام كده، طبعا هيبقى شكلها عامل ازاي ده اللي احنا داخلين فيه دلوقتي بالظبط يعني. تمام تمام، شكرا دكتور. تمام يا شباب. الناس بتوع كمبيوتر ان شاء الله برضك بالنسبه لهم لما هياخدوا ماشين ليرنينج، في الماشين ليرنينج كانت القضيه بتاعت هي ايه؟ ايه هي المعادله اللي بتربط الانبوت والاوتبوت بتاع الماشين ليرنينج سيستم، ودي المعادله دي بتاخد اشكال متعدده والشكل المتعدد ده بيأثر على الاكيورسي، وهتنقل من شكل لشكل اعقد منه عشان يبقى عندي اكيروسي احسن وهكذا. تمام كده يا شباب. طيب ايه الاسئله التاني؟ او في اسئله تاني قبل بس ما تنقل لحاجه جديده؟ يلا. يا دكتور بعد إذنك عندي سؤال، بدر، قول يا بدر. هي إيه هي وظيفة التاكو؟ الجزء بتاعي التاكو جنريتور، التاكو جنريتور بوصله على الشافت بتاع الموتور عشان يلف، فهو لما يلف يطلع سيجنال، السيجنال بتتناسب مع سرعة الدوران. لما بيلف بيطلع سيجنال، السيجنال ديت باخد منها. عارف انت الدينامو بتاع العجلة؟ مش العجلة فيها دينامو عشان يعمل ايه؟ عشان ينور اللمبة، صح؟ هو كده. بس احنا بدل ما بناخد السيجنال بتاع بنوديها على اللمبه، هناخدها نستخدمها جوه السيستم بتاعنا. تمام كده؟ تمام. ايه تاني؟ طيب ماشي يا شباب. طيب تمام، في اسئله تاني؟ لا شكرا. تعالى بقى خليك معايا دلوقتي. احمد هاني، صح كده؟ انت كنت بتسال على السيستم شكله عامل ازاي، سيستم تايبس. معايا احمد؟ مع ركز حضرتك. بقى في الايه، لما انا اتكلم على السيستم تايبس
تعالى ناخد اول حاجه في السيستمز اللي انا بتعامل معاها رقم واحد لينير. ايه بقى اللي هو اللينير ده؟ والله واضح قوي ان السيستم اللي هو اللينير السيستم اللي اقدر اطبق عليه السوبر بوزيشن، صح كده ولا لا؟ كل الناس عارفه يعني ايه سوبر بوزيشن؟ طيب تعالى نفتكر مع بعض. لو انا قلت ان في سيستم بتاعي اهو، ادي السيستم بتاعي اهو، داخل له انبوت اسمه اكس والاوتبوت بتاعه اسمه واي. طيب يعني لو دخل له اكس واحد ويطلع واي واحد، لو دخلت له اكس اتنين يطلع واي اتنين. طيب لو عملت ميكس ما بين اكس واحد واكس اتنين اللي هي عباره عن الفا في اكس واحد زائد بيتا في اكس اتنين، لازم يطلع لي هنا ايه؟ الفا واي واحد زائد الفا ايه؟ زائد بيتا واي اتنين. دي بنسميها ايه يا شباب؟ دي بنسميها السوبر بوزيشن. خلي بالنا بما ان السيستمز بتاعتنا ريال سيستمز، فانا عندي الالفا والبيتا تنتمي لايه؟ لار. هي قيم ايه؟ قيم حقيقيه، هي قيم حقيقيه. طبعا السيستم اللي هو مش هينطبق عليه السوبر بوزيشن اكيد هو نون لينير سيستم. تعال نشوف كده مثال، تعال نشوف كده برقم اتنين عندي نون لينير سيستم. طب استنى بقى، مش عايزك تستعجل، استنى انت قبل ما تروح للنون لينير سيستم ده استنى بقى، عشان انا بتوع كهرباء. قول لي مثال، حد كده يا جماعه يقول لي مثال على لينير انبوت او لينير موديل. تعال نشوف كده اللينير موديل ده عامل ازاي. عندي المثال بتاع الريزيستنس، المثال بتاع الايه؟ بتاع الريزيستنس اهي. المثال بتاع الريزيستنس انا عندي فيه هنا فولتج دروب في وفي كارنت اي. لو انا رسمت العلاقه ما بين الفي والاي هتلاقي ان هي عباره عن ادي الفي او ادي الاي هنا وادي الفي هنا، هتلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن خط مستقيم بيمر بالارج. سلوب بتاعه سلوب هو ار، سلوب هو ايه؟ هو ار. يبقى ده مثال للينير اليمنت، ده مثال لايه؟ للينير اليمنت. ده مهم جدا. طيب عظيم قوي. طب قول لي مثال لنون لينير سيستم. تعال شوف كده مثال لنون لينير سيستم. طبعا ان شاء الله في الكورس بتاعنا هناخد ان احنا عندنا ما يسمى ب، مثال على اليمين ومثال على الشمال، ما يسمى ب نون لينير ريزيستور. اهو في ريزيستور كده الفولتج دروب عليها اللي هو في والكرنت ايه؟ اي. تيجي انت تشوف العلاقه ما بين الفي والاي تلاقيها عامله كده، ادي الفي وادي الاي. لو انا عكست انا عكست الار السلوب هنا طبعا بين ان اي الاي هي الواي اكسس، يبقى اكيد السلوب هو عباره عن واحد على ار. تمام. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، هل هنا علاقه زي مثلا بقول ايه؟ اي بتساوي الفا في سكوير مثلا. يبقى اذا هنا دي علاقه غير خطيه بالمره، دي علاقه ايه؟ غير خطيه بالمره. يبقى ده مثال واحد، ده مثال واحد. نخلي بالنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنشوف ازاي نتعامل مع النون لينير ريزيستورز، هنشوف ازاي نتعامل مع النون لينير كاباسيتورز والنون لينير اندكتورز. كل دول هنشوف ازاي نتعامل معاهم في الدوائر بتاعتنا. ده الكلام ده مهم جدا، الكلام ده هو مهم جدا. برضك من الامثله المشهوره قوي بتاعه اللي هي النون لينير سيستمز المثال ده، زي واي بتساوي اكس زائد اي. الله، ده العلاقه ما بين الواي والاكس عباره عن خط مستقيم. هو خط مستقيم فعلا، بس هل بينطبق عليه السوبر بوزيشن؟ تعال نشوف كده. انا عندي لو الانبوت بتاعي اكس واحد هيطلع لي اوتبوت اسمه واي واحد، يبقى انت عندك واي واحد بتساوي اكس واحد زائد اي، واي اتنين بتساوي اكس اتنين زائد اي. الله. طيب هنا بقى هعمل انبوت اسمه اكس تلاته، عندي واي تلاته بتساوي اكس تلاته زائد اي، بس الاكس تلاته بتاعتي دي، الاكس تلاته بتاعتي دي اخدها ان هي ميكس ما بين اكس واحد واكس اتنين. ميكس ازاي؟ يعني الفا اكس واحد زائد بيتا اكس اتنين. طب هنعوض بقى هنا، لما انت هتعوض بالكلام ده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ان واي تلاته هتساوي اكس تلاته اللي هي الفا اكس واحد زائد بيتا اكس اتنين زائد ايه. تمام. طب الكلام ده عظيم قوي.
طيب سؤال، تعال نشوف كده تاني. يبقى تاني ده عبارة عن ايه؟ الفا اكس واحد زائد ايه تمام زائد بيتا اكس اتنين زائد، انا كده عشان تبقى شكلها حلو. طيب تاني واحد بص كده معايا، خلي بالك بقى، يبقى دي كأنها عبارة عن ايه؟ كأنها عبارة عن الفا، الفا في اكس واحد زائد ايه عشان تبقى شبه مين؟ شبه دي. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، يبقى الفا اكس واحد زائد ايه زائد بيتا اكس اتنين زائد ايه. الله، طب انت دلوقتي كأنك ايه، في بره هنا، في بره ايه متضاف اهي، يبقى زائد ايه، بس انت كأن انت ضفت الفا ايه، يبقى انت محتاج تطرح ناقص الفا ايه وناقص بيتا ايه. يبقى الواي تلاتة، يبقى الواي تلاتة هتساوي الفا واي واحد زائد بيتا واي اتنين زائد ايه واحد ناقص الفا ناقص بيتا. الله، يبقى الكلام ده لا يساوي الفا واي واحد زائد بيتا واي اتنين. يبقى اذا هذا السيستم، السيستم ده مش بينطبق عليه السوبر بوزيشن، السيستم ده مش هينطبق عليه الايه؟ السوبر بوزيشن، وبالتالي فالسيستم ده نون لينير، السيستم ده ايه؟ نون لينير. ارجو بس المثال ده يكون واضح يا شباب عشان بس شوف كده لو في اسئله. مثال واضح احمد هاني؟ تمام يا دكتور. تمام باشمهندسة أمنية؟ تمام يا دكتور. طبعا نخلي بالنا انا مش بتوسع في الجزئية دي لان انا متأكد ان الزملاء في الكورس بتاع السيجنالز اند سيستمز، مين اللي بيديكوا، دكتور مايكل ولا دكتور مين؟ دكتور وجدي. دكتور وجدي. دكتور مايكل ودكتور وجدي هتلاقي ان هم مغطين الكلام ده كويس جدا، ماشي؟ فانا بس انا جاست ايه بعدي على الكلام ده كده بسرعه، بس انا متاكد ان الجزئيه دي اتغطت في الكورس ده كويس يعني ان شاء الله. انت برضك لو في اي سؤال او في اي حاجه قول لي يعني، ماشي؟ طيب نرجع تاني، نرجع تاني. يبقى احنا دلوقتي صنفنا السيستمز اللي احنا بنتعامل معاها والاليمنتس اللي احنا بنتعامل معاها من حيث اللينياريتي، ان في لينير وفي ايه؟ وفي نون لينير. في ايه نون لينير؟ تعالى التصنيفه الثانيه، تعال نعمل تصنيفة تانية اللي هي من حيث الايه، اللي هي رقم اتنين بقى، اللي هي تايم انفاريانس. تايم ايه؟ انفاريانس. التايم انفاريانس دي معناها ايه؟ معناها بيقول لي كده، معناها ان السيستم بتاعي الريسبونس بتاعه ما بيتاثرش بالتايم، ما بيتاثرش بالايه؟ بالتايم. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي لو انا جيت على الموتور زي ما احنا شفنا كده، حطيت عليه 5 فولت النهارده، حطيت عليه 5 فولت النهارده، اداني سرعه دوران 5 راديان بير سكند. جيت بكره، جيت بكره، بكره دي معناها تايم جديد، معناها في وقت مختلف، حطيت عليه 5 فولت ولا حطيت عليه نفس الفولت، طلع لي نفس الايه؟ نفس الراديان بير سكند. يبقى ده بنسميه ايه؟ تايم انفيرس. بنمثلها ازاي دي؟ يعني دلوقتي بقى عندي سيستم الانبوت بتاعه اكس اوف تي والاوتبوت هنا اسمه y of t، لو دخلت نفس الانبوت بس في وقت تاني يعني t ناقص t واحد، لازم يطلع نفس الاوتبوت شيفتد بنفس الايه؟ بنفس التايم. دي بنسميها ايه؟ بنسميها التايم انفيرنس، بنسميها الايه؟ التايم انفيرنس. طيب سؤال، احنا بنتكلم على المثال بتاع الموتور، طب تكتب، تعال نكتب كده المعادله بتاعت الموتور. الموتور اهو الاوميجا بتاعته ايه؟ الانبوت بتاعه هو ليه انبوت فولت اهو، وليه اوتبوت اللي هو اوميجا، ليه اوتبوت اللي هو ايه؟ اوميجا. يبقى الفي انبوت ده كان هو الاكس اوف تي، وكان الاوميجا هي الايه؟ هي الواي اوف تي جنرال سبيكينج. يعني المعادله بتاعته عامله ازاي؟ كان عندي واي دوت زائد واحد على تاو واي بتساوي كي في الانبوت اللي هو اكس. طيب شكل المعادله، هل هو بيقول لي ان هو تايم فاريانت ولا تايم انفاريانت؟ تعال نشوف كده البارامترز بتاعته تاو وكي، دي عباره عن كونستانت ريال.
بلس اللي هي ايه؟ قيم موجبه يعني. اكيد التايم، اكيد التايم كونستنت بتاعتي يبقى قيمه موجبه، يبقى ايه؟ هيبقى قيمه موجبه. نفس الحكايه الجين هتلاقي قيم ايه؟ قيمه ايه؟ موجبه، وهكذا. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، التاو، التاو ليست فانكشن في التايم. تاو ليست فانكشن في الايه؟ في التايم، هي قيمه ثابته. نفس الحكايه الكي ليست فانكشن في التايم، فبالتالي هي قيمه ثابته، وبالتالي بان السيستم ده ماله؟ ده تايم انفاريانت. تايم ايه؟ انفاريانت. خلي بالك معايا في الاول خالص، في الاول خالص او في البدايه يعني لحد نص الكورس كده، السيستمز اللي احنا بنتعامل معاها كلها تايم انفاريانت سيستم، كلها ايه؟ لينير وتايم انفاريانت، لحد لما اوصل للسيستمز اللي هي نون لينير. السيستمز اللي هي نون لينير هتلاقي التعامل معاها يبقى ايه؟ مختلف شويه. تمام؟ يبقى دي تاني، يبقى التصنيفه دي من حيث التايم انفاريانس، يبقى انا عندي تايم فاريانت وعندي ايه؟ وعندي تايم فاريانت. تايم انفاريانت فيرسس ايه؟ تايم فاريانت. عظيم قوي. التصنيفه اللي بعد كده، التصنيفه اللي بعد كده اللي هي رقم ثلاثه، نسميها الكوزال، كوزال سيستمز. في كوزال وعندي نون كوزال. يعني ايه الكلام ده بقى؟ انا دلوقتي عندي بقول ايه؟ بقول الواي اوف تي عباره عن فانكشن في اكس اوف تي بس كده، وفانكشن في التي في التايم. هتلاقي فانكشن في الايه؟ في التايم. طيب ثانيه واحده كده، ما هو فانكشن في اني تايم؟ التايم بتاع دلوقتي. خلي بالك بقى معايا، يبقى اذا الواي بتعتمد على وجود اكس. خلي بالك تاني، الكوزاليتي اللي هي السببيه، يبقى اللي خلى الواي يبقى عندي واي هو اكس. يبقى خلي بالك بقى معايا، طب لو الاكس موجود او لو الاكس مش موجوده وفي واي، يبقى سيستم نان كوزل، وده سيستم مش طبيعي. يبقى مش طبيعي ان يكون في اوتبوت ولسه ما جاش عندي انبوت. خلي بالك بقى تاني، يبقى السيستم بتاعي ديبندز، يبقى واي اوف تي ديبندز على ايه بقى؟ ديبندز على اكس اوف تي واكس اوف تي ناقص واحد واكس اوف تي. خلي بالك بقى، وهكذا. يبقى اذا بيعتمد على الايه؟ على الكرنت انبوت والبريفيوس انبوتس والايه؟ والبريفيوس انبوتس. السيستم بتاعي كانوت بريدكت ايه؟ بريدكت ذا فيوتشر. ده مهم قوي. خلي بالك بقى تاني، يبقى السيستم بتاعي ما يقدرش يبريدكت الايه؟ الفيوتشر. طب عظيم قوي. يبقى ده بنسميه الايه؟ الكوزال سيستم. ده بنسميه الكوزال سيستم. طب عظيم قوي. في تصنيفه رابعه، ودي اخر حاجه في التصنيفات بتاعت السيستمز بتاعتنا. دي ممكن نسميها ايه بقى؟ هنسميها ديترمينستيك. فيرسس ستوكاستيك. حد يقدر يقول لي الفرق يا شباب؟ شباب، حد يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين الديترمينستيك والاستوكاستيك؟ أول مرة نسمع معنا تقريبا يا دكتور. طيب اديك سمعت يا دكتور. أول مرة تشوف استوكاستيك؟ ها؟ يا دكتور. الديترمينستيك اللي هي ليها كل، يعني مثلا الانبوت، كل ما ندخل انبوت معين ليه دايما نفس الاوتبوت. لكن الستوكاستيك يعني الموتور سيستم بتاعنا ده ديترمينستيك ولا ستوكاستيك؟ ها؟ الموتور؟ I think ديترمينستيك. ها؟ يبقى ايه ديترمينستيك ليه؟ لان انا لو دخلت له انبوت انا عارف الاوتبوت شكله يبقى عامل ازاي، صح كده؟ تمام؟ تمام. طيب كلمة ستوكاستيك يعني ايه؟ أول حاجة طبعًا نخلي بالنا، أول حاجة عشان أعرف الكلمة دي بروح أدور على معناها، هي دي مكافأة لكلمة راندوم. ستوكاستيك يعني إيه يا شباب؟ راندوم. ماشي؟ حد يقدر يقول لي مثال لسيستم راندوم عشوائي؟ شباب المهندسين، قول يا يوسف. لا يا دكتور، حضرتك سامعني؟
اتفضل، انا سامعك. اتفضل. لا انا كنت رافع ايدي بسأل عن حاجة تبع الموتور اللي احنا لسه قايلين. نعم. انا بقول لحضرتك كنت بسأل على الموتور، بس سؤال عن الموتور، وانا يعني طيب ماشي. مش مقتنع انه ديترمينيستك قوي. طب ايه السبب؟ طب ايه السبب؟ ها هو الفكرة ان هو هيتدبند على احنا مشغلينه فين، يعني مثلا لو حاطين لود كبير وادينا له فولت معين هيلف بسرعة اقل لو هو مفيش لود، فكده لا، الريليشن ما بين احنا الانبوت. الموديل بتاعنا، لا ثانية واحدة، الموديل بتاعنا اللي احنا حاطينه ده مش حاطين لود معايا. لما انا جيت اعمل موديل له علاقة ما بين سرعة الدوران والانبوت فولت، انا مش حاطط لود. ماشي. تمام. في حاجة بقى تانية، افرض دلوقتي حطيت لود، افرض انا حطيت ايه، حطيت لود. طب انا دلوقتي قدرت اربط اللود، خلي بالك، قدرت اربط اللود مع الانبوت في معادلة، في ايه، في معادلة، ايه اللي خلاها مش ديترمينستك معايا؟ تمام. ما انا عشان برضك افهم الحتة دي محتاج اروح للاستوكاستيك. فاطمة، قولي يا فاطمة، اتفضلي. ممكن الراندوم ديت تبقى زي النويز اللي بتبقى موجودة في السيجنال مثلا، ما بقدرش اعمل تمام لها بريدكشن قبل كده. تمام طب السيجنال، بس خلي بالك النويز اللي موجودة في السيجنال، في 20 مليون مثال لسيجنال، قولي لي مثال لسيستم محدد. ممكن زي الفويس مثلا، زي الفويس ميل الحاجات بقى. مثلا لو انا مثلا بتكلم حواليا دوشة او كده، الحاجات دي بتبقى حاجات راندوم، فبالتالي دي بتغير لي في السيجنال وانا ما بقدرش اتحكم فيها. تمام. هو يعني انت قريبه من التعريف، بس برضك انا عاوز كلام ايه تاني، حتى بحد تاني. بس كويس يا فاطمه، ماشي، انا هرجع لك تاني. حد تاني، قول يا يوسف. يوسف وليد، اتفضل. قول يا يوسف. طب لو يوسف مش سامعني تبقى أمنية، أمنية فتحي، قول يا أمنية. هو انا ما عنديش اكزامبل اللي هو التكنيكال يعني يخص الالكتريكال ديبارتمنت بتاعتنا، بس مثلا ممكن حاجه زي ستوك، الستوك ماركت مثلا. مثلا لو حصل آمين. ايفنت اكس لازم يحصل، يعني مثلا ايه، حصل ايفنت اكس قبل كده وبعدين حصل ايفنت واي، بس لو حصل ايفنت اكس دايما مش نضمن ان الايفنت واي لازم يحصل. تمام. هو يعني ده مثال اللي هو اللي هي امنيه، عشان خليني اوضح برضك امنيه وشوفي وعلقي لو انا يعني ايه قريب من اللي انت فاهماه ولا لا. يعني انت قصدك في الستوك ماركت اللي هو السوق بتاع الايه، السندات، صح كده ولا لا؟ سوق السندات ده النهارده غير بكره، صح ولا لا؟ بالظبط. ليه؟ لان ممكن يحصل ايفنت معين يخلي السند بتاعي ده ولا بتاع السهم اللي انا مشتريه يطلع او ينزل. هل لو حصل انا تاني، ضامن ان هو يطلع بكره؟ لو حتى لو حصل تاني الايفنت ده نفسه تاني، مش معناه برضو ان السهم بتاعي هيطلع. مش بالظبط كده، ماشي. يبقى اذا المثال اللي بتقوله امنيه ده بتقول لي ايه؟ المثال بتاع السندات او بتاع الذهب او بتاع كذا، ده حاجه عشوائيه. الاجابه نعم، حاجه ده سيستم عشوائي. الثمن او السعر بتاع اليونت دي هو عباره عن التحديد بتاعه، بتحدد ايه عشوائيا، بيزد على ايه، بيزد على الاحداث اللي بتحصل، بيزد على كذا، بيزد على كذا، بيزد ان الناس راحوا يبيعوا الحاجه اللي معاهم عشان يكسبوا، فبالتالي السعر ينزل وهكذا. صح كده يا امنيه؟ تمام تمام كده. طيب شاهد، شاهد محمد، اتفضلي. يا يوسف هرجع لك يا يوسف لو انت سامعني، مش مهندس شهد، قولي. هو طبعا المثال اللي قالته امنية انا بقول ان هو مثال كويس، بس انا عاوز حاجة انجينيرنج بقى. قولي يا شهد، اتفضلي. طيب شهد مش سامعني مرة شكلها. قولي يا شمس، شمس الدين محمد، اتفضل. ايوه دكتور. كنت بقول ممكن مثلا يعني بتبان قوي بيبقى بالليل، لو في كاميرا سنسور بيبقى فيه نويز بشكل فظيع يعني،
يبقى unwanted signals بقى، يعني بتبقى الصورة وحشة. طب انا عشان نبسط الموضوع يا شباب، ماشي يا شمس تمام، تعال نبسط الموضوع. هسألك سؤال، احنا لما بدأنا المحاضرة النهاردة، هل انا دخلت لما عملت ليف، لما عملت خروج وبعد كده جيت اخش تاني، هل انا دخلت تاني بسهولة؟ لا معايا الكوميونيكيشن سيستمز يا شمس، خليك معايا، الكوميونيكيشن سيستمز هي احسن مثال للراندوم بروسيس. اقول تاني، الراندوم بروسيس احسن مثال ليها هو الايه، هو الكوميونيكيشن سيستمز. ان شاء الله انتوا هتاخدوا بالتفصيل في الكورس بتاع الكوميونيكيشن. يوسف وليد تمام يا احمد؟ تمام. طيب لسه شاهد رفع ايديها برضك، اتفضلي يا شاهد لو سمعاني. طيب احمد هاني اتفضل. دي اللي هي الريبروديوسابيليتي صح؟ الريبروديوسابيليتي اللي هي قصدك ان هي نفس القيمه تتكرر يعني، ماشي ما يتعرضش نسميها كده ماشي. خلي بالك بص، يعني دلوقتي ايه، بص يا احمد، انا دلوقتي انا اتكلمت اهو، المفروض الكلام بتاعي بقى اتحول لسيجنال، السيجنال دي انا هتحول لباكتس، الباكتس دي هتتبعت لك من خلال النتورك، هتقابلها 20 حاجه بقى عبال ما توصل لك. تمام، عبال ما توصل لك، هل بتوصل باكتس كلير وكلين وكده؟ لا، بيبقى عليها نويز، بيبقى عليها ايه، نويز. فدي على فكره ده اللي هو الايه، ده اللي معنى بتاع الاستوكاستيك، ده معنى الايه الاستوكاستيك. تمام كده يا شباب؟ طيب ارجو ان انا كنت وضحت الفرق ما بينهم. برضك عندك حاجه تانية مهمه جدا، لما بنيجي نتعامل مع جسم الانسان والسيجنالز اللي انت بتقيسها مثلا على سبيل المثال من العضلات، او السيجنالز اللي احنا بنقيسها من الدماغ، طبعا الكلام ده ما تقوليش بقى الاطباء هم اللي بيعملوا الكلام ده، لا لا، على فكره في انجينيرنج سيستمز بتتعامل مع الكلام ده على اساس مثلا على سبيل المثال ان هم يقيسوا كميه الاجهاد اللي بتتعرض له العضله نتيجه ان هي شالت وزن معين. طب ده بيفيد بايه؟ ده بيفيد الناس اللي هم بتوع شركات التامين، بيعملوا دراسات معينه عشان يقول لك الوزن بتاع الباكج اللي العامل في المطار هيشيلها، لان خلي بالك لو لا قدر الله شالها واتمزق او حصلت له حاجه، هنضطر نروح ندفع فلوس لشركه التامين، او احنا كشركه تامين يعني هتدفع فلوس عشان الراجل ده يتعالج. فاحنا لا، الباكج بتاعتنا لازم يكون لها حجم معين وسايز معين وتتشال بطريقه معينه والكلام ده كله. فدي كلها دراسات بتتعمل، بالاضافه طبعا يبقى تاني السيجنال اللي خارجه من العضله، وده على فكره في سنسورز معينه بتستخدم في الكلام ده. السيجنال شكلها هي عبارة عن راندوم سيجنال، بيتم التعامل معها بطرق معينة، بطرق ايه معينة. وده على فكرة كورس مهم جدا في الالكتريكال انجينيرينج اسمه ستوكاستيك بروسينج. ولما اتكلم اقول ستوكاستيك بروسينج، محدش في كمبيوتر يجي يقول لي انا بالكمبيوتر ماليش دعوة بالكلام ده، لا، الستوكاستيك بروسينج ده هو يعني ايه، ممكن تقول ان هو ايه الكورس او الليفل الثاني من السيجنال بروسينج. يبقى انت بتبتدي سيجنال بروسينج وبعد كده ستوكاستيك بروسينج، يبقى انت دلوقتي درست شكل السيجنال بشكل ايه، بشكل اشمل. ما حدش بقى يجي يقول لي اصل دي خاصه بالكوميونيكيشن، لا، ما هو لا، ما فيش حاجه اسمها خاصه بالكوميونيكيشن وخاصه، لا، دي حته، دي اريا مهمه جدا تحت الامبريلا بتاعت الالكتريكال انجينيرنج يا استاذ. ماشي يا شباب، ارجو بس ان النقطه دي تكون واضحه. تمام كده، ماشي يا أستاذ الشمس. تمام، طب اتفضل يا يوسف، يوسف وليد. طيب خلاص ماشي، نرجع تاني لون نوت اهو، ون نوت. تعال احنا اتكلمنا بقى، قلنا ايه، قلنا الديترمينستيك والراندوم انصات. طبعا طبعا الناس بقى يعني لما تيجي مثلا في الراندوم سيجنالز، احد الحاجات المهمه اللي انت كبروجرامر بقى وانت بتبرمج السيستمز دي، بتلاقي فيها بيه راندوم نمبر جنريتورز مختلفه الاشكال والالوان. زي مثلا على سبيل المثال لو انت بتبرمج ماتلاب، انا اتكلم عن ماتلاب عشان الماتلاب يعتبر يعني من الحاجات المشهوره جدا، فهتلاقي الماتلاب ده عنده مجموعه من الفانكشنز بتجنريت راندوم نمبرز، ممكن برضه تسميها راندوم سيجنالز بديستريبيوشنز مختلفه، سواء بقى الجاوسيان سواء الرالي سواء اليونيفورم وهكذا، كل اللي ايه الراندوم نمبر جنريتورز هي موجوده في الماتلاب
وسهل الاستخدام والكلام ده كله. برضك هتلاقي الراندوم نمبر جنريتورز موجود في السي بلس بلس، هتلاقي في راندوم نمبر جنريتور بس هو بيجنريت سيجنالز ويز يونيفورم ديستريبيوشن. ممكن انا طبعا احول اللي هي الراندوم نمبر نمبرز دي من يونيفورم ديستريبيوشن احولها لجاوسيان، واقدر احولها لرالي ان سو اون، في طرق متعدده للكلام ده كله. طبعا احنا ممكن نستخدم الكلام ده في ايه، الراندوم نمبر جنريتورز هي الاساس في رقم واحد. خلينا نكتب لك بقى الراندوم نمبر جنريتورز دي عشان دي تبقى مسجله، الكلام ده مهم قوي. الراندوم نمبر جنريتورز الاستخدام بتاعها في رقم واحد، هتلاقي ان انت اول حاجه طبعا عشان السيميوليشن اوف انجينيرنج سيستم. تاني لما اقول simulation of engineering systems الكلام ده مش متعلق بالكمبيوتر انجينيرنج، لا خلي بالك، ما هو احد الحاجات مثلا النتوركس، ما النتوركس دي جوه الاريا المشتركه ما بين كوميونيكيشن وكمبيوتر، مفيش اي مشكله خالص. يبقى خلي بالك بقى simulation of engineering systems دي محتاجه الراندوم نمبر جنريتورز بشكل قوي جدا. الحاجه الثانيه ايه هي؟ طبعا السيميليتورز بقى اللي هي السيميليتورز اللي هو بيسوق طياره وبيسوق مش عارف ايه وبيسوق وبيعمل كذا وكذا وكذا، كل ده تندرج تحت الايه؟ تحت السيميليشن اوف انجينيرنج سيستمز. رقم اتنين الجيمز، رقم اتنين الجيمز. طبعا الجيمز من الحاجات المهمه جدا، من الحاجات الايه؟ المهمه جدا. رقم ثلاثة طبعا الجيمز، ممكن تقول اصل دي بقى هنا دي كمبيوتر انجينيرنج اكتر، يعني مش قضية دلوقتي، مش دي المشكلة. رقم ثلاثة في النتورك سيكيورتي، في النتورك سيكيورتي دي برضه من الحاجات اللي هي الايه؟ الحاجات المهمة جدا، زي الكي جنريتورز والكلام ده كله، فالحاجات دي من الحاجات المهمة. تمام كده؟ ايه تاني انا محتاجه وهكذا. لو افتكرت بقى كان في نقطه رابعه كنت هكتبها بس شكلي نسيتها. يبقى انا قلت السيميليشن اوف انجينيرنج سيستمز، الجيمز، النتورك وهكذا. هتلاقي رقم اربعه هفتكرها ان شاء الله فبقولها لكم بعد شويه. تمام كده يا جماعه؟ الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:40. ماشي يا شباب، لو في اي سؤال او في اي حاجه نسال قبل ما اكمل. ارجو بس تكون المقدمه دي لفتت نظرنا او لفتت انتباهنا للاهميه بتاعت الكورس يا استاذ عبد الله. مع حضرتك يا دكتور. تمام يا عبد الله، يعني تمام كويس، الصوت واضح والصوره والكلام ده كله. كل حاجه تمام. وعبد العزيز، عبد العزيز محمد، يا دكتور الدنيا واضحه عبد العزيز، والمقدمه دي يعني عرفت انت الاهميه بتاع الكورس والكلام ده؟ يعني حتى الان تمام، يعني تمام الحمد لله. طيب تعالى بقى عبد العزيز دلوقتي نتكلم على الكتاب. نخلي بالنا الكتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا. بص هقول لك على حاجه برضك، اللي انا بقوله ده متسجل، مهم قوي ان هو يكون متسجل عشان يوصل للناس كلها. الكورس بتاع السيستم داينامكس في كتب كتير على فكره، في كتب كتير. الكتاب اللي قدامي ده اللي هو بتاع المودلنج اند اناليسيز اوف داينامك سيستمز على فكره من الكتب الكويسه جدا، ده من الكتب الايه؟ الكويسه جدا، ولكنه ليس الكتاب الوحيد. يعني مثلا على سبيل المثال واحد بيقول لي لا ده في كتب ثانيه، في كتب ثانيه. كلنا لو احنا واصلين على الانترنت من خلال الانترنت هنا في الكليه وفي الجامعات المصرية، هتلاقي ان انت مفتوح ليك اللي هي الويب سايت بتاعت سبرينجر. عارف انت سبرينجر.com؟ سبرينجر.com دي، ماشي؟ سبرينجر.com دي على فكرة هتلاقي ان احنا مفتوح لينا ان احنا نقدر نعمل داونلود للكتب من على الايه؟ من على الويب سايت دي. تلاقي في كتب كتير قوي، يعني على سبيل المثال الكيوردز اللي انت ممكن تستخدمها عشان تلاقي كتب ريليتد للتوبكس اللي احنا هندرسها ان شاء الله. مثلا على سبيل المثال سيستم موديلنج اند كنترول، السيستم موديلنج اند كنترول هتلاقي الكتب اللي هي بتندرج تحت السيستم موديلنج اند كنترول، هتلاقي ان هي ممكن تساعدك في الكورس بتاعنا. طب ده بالاضافه للكتاب ده، بالاضافه للايه؟
للكتاب ده. طيب ايه تاني؟ برضك هتلاقي الكي ووردز اللي هي بتاعت مثلا analysis of linear systems, analysis of ايه, of linear systems, دي برضك هتلاقي ان هي ايه, دي برضك من الحاجات او من التوبكس اللي هي هتساعدك في الكورس بتاع السيستم داينامكس ان شاء الله. ماشي يا جماعه, الحته دي بس حته مهمه جدا وانا بس عاوز اكد عليها. ماشي, كان سؤال اتفضل. ازاي ادخل على شبرينجر ده من عندي؟ اكتب هنا في شبري, خش على النت في الكليه. او في اصلا؟ طبعا في انترنت, امال ايه. انا بديك انا دلوقتي بديك المحاضره منين يا استاذ؟ بالانترنت بتاع الكليه, انا قاعد في المكتب. والله هو واي فاي يعني ولا بيبقى في المكتبه؟ ماشي, يبقى تعالى في المكتب وانا هخليهم يوروك ازاي تعمل اكسس. ماشي تمام, شكرا دكتور. بس هو طبعا يعني مش عاوز اتكلم على موضوع الباندويث والكلام ده, احنا بس في الكليه هنا يعني ايه, لو احنا خلينا 20,000 طالب يخشوا على الانترنت دي ولا هتنفع باي حاجه. ماشي تمام, بس هي ملحوظه اللي انا بقول لك عليها دي. طيب خلينا انا هديكوا بريك 4:15 عشان اللي ما صلاش العصر يبقى يصلي. طيب تعال بقى نقول دلوقتي طبيعه, احنا ابتدينا طبعا المحاضره بالمثال بتاع الموتور, بالمثال بتاع الايه, الموتور عشان طلب الكهرباء. طيب والناس بتوع مدني يعملوا ايه؟ خلي بالنا الكورس بتاع السيستم داينامكس, الكورس بتاع السيستم داينامكس ليس حكرا على طلب الكهرباء. ازاي الكلام ده؟ سيستم داينامكس ده سيستم داينامكس هتلاقي بيدرسوا او بيحتاج ثلاث تخصصات, يعني الثلاث تخصصات اللي هو الايه, الالكتريكال انجينيرنج وميكانيكال, وايه تاني يا نهار ابيض, وفي تاني وفي سيفل. الثلاثه دول خلي بالك, ايوه احنا الثلاثه دول هتلاقي هم مشتركين في موضوع السيستم داينامكس, الثلاثه دول مشتركين وبيحتاجوا موضوع السيستم داينامكس بشده. بايه بشده؟ طيب جميل جدا. طب احنا دلوقتي لو انا بصيت على انواع السيستمز اللي هنتعامل معاها, انواع السيستمز اللي انا ايه هتعامل ايه, بخلي بالك بقى تاني دي التخصصات. بص كده معايا, هخليهم ريد, دي ريد كده الكتريكال اللي هو احنا جرين, يبقى انت زمايلك في ميكاترونكس مثلا هتلاقي بياخدوا كورس موديلنج, بس هم هتلاقي بياخدوه في ليفل 4. انتوا دلوقتي انتوا ليفل 2, يعني انتوا جونيور بتاخدوا الكورس ده, هتلاقي هم بياخدوا في ليفل 4 موديلنج اوف ميكاترونكس سيستمز. تمام كده. انا ما اعرفش الصراحه, ما بصيتش على اللائحه بتاعت مدني قوي, فهتلاقينا مش يعني, بس هم هتلاقي نحطهم باللون الازرق كده, هتلاقي برضك مدني مشتركين معانا في الحته بتاعت الهيدروليكس, او احنا بقى اللي واخدين من عندهم الحته بتاعت الهيدروليكس والكنترول والكلام ده كله, فدي برضك من الحاجات المهمه قوي. طيب الكلام ده هينعكس علينا بقى احنا في التوبكس بتاعت الكورس. طب تعال نشوف كده في التوبكس بتاعت الكورس بتاعتنا, تعال نقسمها تقسيمه كده وندي امثله. يعني مثلا ايه, هتلاقيني في الاول طبعا النهارده انا اتكلمت على الموتور, فطبعا دي البدايه بتاعت كهرباء. فانا دلوقتي ايه, هتلاقي ان احنا عندنا في عندي الميكانيكال سيستمز. الله, وبعد كده عندي ايه, هتلاقي في الكتريكال, في الكتريكال سيستمز, وبعد كده هتلاقي عندي الهيدروليك. طبعا كنت لسه انا بقول لك اللي هو السيرفو, في عندي حاجه اسمها الهيدروليك سيرفو موتور. يعني برضك خلي بالك كلمه سيرفو دي مش شرط ان انا اعمل انجولار كنترول باستخدام الموتور, لا, ما ممكن اعمل زي هيدروليك سيرفو موتور ان شاء الله لو في وقت بوريك الحاجات دي. هي حاجات على فكره مهمه جدا ومستخدمه سواء بقى في الروافع او الالات او الكلام ده كله, كل الكلام ده موجود تطبيقات لي في الصناعه مهمه جدا. تمام كده. طب تعالى دلوقتي لو انا قلت ان انا هبدا, انا وانا هبدا ميكانيكال ولا الكتريكال. طبعا لو احنا قلنا الالكتريكال كومبوننتس او الكومبوننتس اللي انا هدرسها وانا بستخدم او في الالكتريك سيركتس, هتلاقي عندك زي الايه, زي الار والال والسي, طبعا ده اكيد الار والسي ال والسي والباتري, طبعا ده كلام يعني كلام ده الف ب يعني, صح كده. يبقى انت عندك هنا في عندك الايه اللي هي الكومبوننتس بتاعت الالكتريكال سيستمز. تمام, وطبعا في ترانسفورمرز
في 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 وفي وهكذا. تمام. بالنسبه لو انا رحت الهيدروليك سيستم، طبعا الهيدروليك سيستمز لو انا بصيت ايه هي الكومبوننتس اللي انا هدرسها، اكيد هدرس التانك في تاقي، لان السيستمز الهيدروليكس مينلي عباره عن مجموعه تانكات متوصله بشكل معين عشان تخدم هدف معين، سواء بقى ان التانك ده هيخدم غلايه او هيخدم مصنع او هيخدم كذا، فاسمه ايه، في عندي في السيستم في كومبوننت اسمها تانك، في كومبوننت اسمها ايه، اسمها تانك. طيب في عندي كومبوننت برك اسمها بامب. الله استنى كده، هي البامب دي تصنيفها هي كهرباء ولا هيدروليك؟ لا، هي ممكن ان جيت الحق تبقى اتنين. ازاي الكلام ده؟ ما هي البامب دي ما ممكن اعملها كانها بلوك كده، ليه انبوت وليه اوتبوت، صحيح ليه انبوت وليه ايه وليه اوتبوت. ماشي، البامب دي اللي هو موتور اللي بيرفع الميه في البيت عندنا ده، ما الموتور ده بديله فولت، بديله ايه فولت، يديني ضغط، يديني ايه ضغط. فدي الحته دي محتاجه علاقه ما بين الضغط اللي بتبعن له البامب والايه تاني والفولت بتاعها وهكذا. طبعا في انواع من البامبس هتلاقي ان انا ممكن اقدر اتحكم في كميه الضغط اللي هي بتعمله، ان انا اكبرها او اصغرها والكلام ده عن طريق التحكم في السرعه بتاعتها. يبقى احنا لما نيجي في الهيدروليك سيستمز ونيجي ندرس البامب، هتلاقي في حته كده اللي هي الكاركترستكس بتاعت البامب، هتلاقي فيها حته الكتريكال طبعا، امال هي هتعمل الضغط بتاعها ازاي غير ان هي فيها حته كهرباء؟ طب ما تمام، ما ده مهم قوي. طب وايه تاني؟ وفي بقى عند الفولف، في عند الايه الفولف، الانواع بتاعت الفولف اللي احنا برضك هنستعملها مع الهيدروليك سيستمز. ما اكيد الفولف ده هيتحكم لي في كميه الفلو اللي خارجه من الماسوره اللي هو محطوط عليها. طب سؤال، هي كميه الفلو دي ليها معادله؟ طبعا ليها معادله مع ايه، مع الفولف. الفولف ده ليه بارامتر، ليه بارامتر زي كميه الفتح والقفل بتاعته، دي بتتعمل بسيجنال، دي بتتعمل بايه، بسيجنال. فاحنا عاوزين ندرس الكلام ده برضك بيتعمل ازاي بشكل عامل ازاي والتاثير بتاعه ايه. طيب يبقى انت ده بالنسبه لايه، بالنسبه للهيدروليك سيستمز. الله، اتكلمتنا بتاع الالكتريكال وكلمتنا على الهيدروليك، طب والميكانيكال ده عباره عن ايه؟ الميكانيكال برضك هتلاقي ليه بعض الكومبوننتس اللي احنا هنستخدمها. طب واحنا الميكانيكال ده احنا محتاجينه، احنا اتفقنا من شويه ان احنا اي سيستم هعمل عليه كنترول او ان انا في حاجه ما انا عايز اعملها، لازم ادرس السيستم ده ولازم اطلع ماثيماتيكال موديل بيجيب العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت، يجيب العلاقه ما بين الايه الانبوت والاوتبوت. طب في الميكانيكال سيستمز لما نيجي ندرسها بعد دقائق، انا ايه الحاجات اللي انا مهتم اعرفها في الميكانيكال سيستمز؟ لا ده مهم جدا. اول حاجه محتاج اتعرف على السبرينج. الله، السبرينج ده مهم جدا. طبعا ده في ابلكيشنز كتير قوي، والسبرينج ليه اشكال متعدده، مش شرط السبرينج ده انه يكون عباره عن ياي كده وخلاص، لا، ما ممكن يكون السيت او الحبل بتاع الباراشوت. ما هو بتاع الباراشوت ده لو انا جيت اعمل له ماثيماتيكال موديل هيبقى عباره عن ايه؟ اعمله عباره عن سبرينج، عباره عن سبرينج، عباره عن ايه؟ عباره عن سبرينج. طب وايه تاني؟ دامبر. الدامبر ده عباره عن ايه؟ الدامبر ده هو الجهاز اللي بحطه في العجله بتاعت العربيه او العجله بتاعت الموتوسيكل عشان مع السبرينج يبقى يعمل سيستم كده اسمه ايه؟ ممتص الصدمات، ممتص الايه؟ الصدمات. يبقى خلي بالك بقى ايه؟ الدامبر ده بقى تاني، يبقى في لو انا استخدمت الدامبر مع السبرينج في العجله بتاعت العربيه، يبقى انا هستخدمه عشان يعمل ايه؟ ان هو يبقى ممتص الصدمات. طب سؤال، لما اجي اعمل الموديل بتاع السفينه اللي بتتحرك في الميه، طب ما السفينه بتتحرك في الميه دي ما بتلاقي مقاومه من الميه ولا ما فيش مقاومه في الميه؟ لا، بتلاقي في مقاومه. طيب سؤال، السفينه بتتحرك بسرعه في عقده في الثانيه، طب سؤال، في مقاومه؟ طيب قوه او قيمه المقاومه بتاعت الميه للسفينه وهي على السرعه دي محتاج اعرفها، طبعا محتاج اعرفها عشان اصمم الموتور بتاع السفينه بناء عليها. يبقى انا محتاج اعرف كميه المقاومه وبالتالي اقدر بقى اصمم الموتور، لازم موتور لقوه معينه واقدر احسب كميه الفيول والكلام ده كله، الكلام ده مهم جدا. يبقى تاني، يبقى الدامبر ده ما هوش بيعبر عن ممتص الصدمات بس، لا، هو بيعبر كمان عن المقاومه بتاعه الميه للسفينه اللي بتتحرك فيها، وممكن برضك بيعبر عن مقاومه الهواء
للشخص اللي هو بينط بالباراشوت. هنشوف ان شاء الله المثال ده بعد شويه. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا. يبقى احنا عندنا في سبرينج وعندنا دامبر اند سو اون، دي كلها بتعبر عن الالمنتس اللي هي في الميكانيكال سيستم. في الميكانيكال هتلاقي عندنا نوعين من الحركه اللي هي روتيشنال وترانسليشنال، سواء بقى الحركه الخطيه او الحركه الدائريه، فدي برضه كلها. المهم سواء انا بتكلم على الكتريكال او بتكلم على ميكانيكال او بتكلم على الهيدروليك، في النهايه هيبقى عندي معادله. المعادله دي بتوصف الانبوت والاوتبوت. ممكن يكون الانبوت في الحاله بتاعت الهيدروليك سيستم، في الحاله بتاعت الايه بتاعت الهيدروليك سيستم، هيكون الانبوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفلو اللي داخل التانك. طب والاوتبوت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البريشر اللي جوه التانك. طيب في معادله بتربط ما بينهم؟ اه، الاجابه اه. نفس الحكايه في الالكتريكال سيستمز، عندي في علاقه ما بين الانبوت فولت او الانبوت كارنت والفولت اللي على اللود. يبقى خلي بالك دي العلاقه دي محتاج ايه؟ محتاج احسبها، وهكذا نفس الحكايه في الميكانيكال. طيب المهم قوي، مهم قوي ان انا بعد لما جبت المعادله ان انا اقدر احلها. طبعا لما هجيب المعادله هتلاقي ان انا عندي نوعين من السيستمز اللي هي اللينير زي ما اتكلمنا فوق، اللي هي اللينير والنون لينير سيستمز، اللي هي اللينير والايه؟ والنون لينير سيستمز. هتعامل معاهم ازاي؟ اه يعني انا عندي دلوقتي في الميكانيكال في عندي لينير ونون لينير، في الالكتريكال هتلاقي في عندي لينير ونون لينير سيستمز، في الهيدروليك ده هتلاقي ان احنا ايه؟ هتلاقي ان الهيدروليك سيستمز احسن مثال للنون لينير سيستمز، احسن مثال للنون لينير سيستمز. عاوزين نشوف هنتعامل معاها ازاي؟ عاوزين نشوف هنتعامل معاها ازاي؟ الكلام ده مهم جدا، الكلام ده يا شباب مهم جدا. الكلام ده مهم جدا يا استاذ. مين معانا تاني؟ ادهم نصر الدين، قول يا ادهم. لا تمام مع حضرتك، مفيش. تمام يا ادهم، تمام ماشي. ها في اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب لا تمام يا دكتور. طيب تعالى بس ايه قبل ما ناخد تعالى نشوف دلوقتي، نبدا كده بدايه بسيطه خالص، نبدا بدايه بسيطه قبل ما اروح للباراشوت وقبل ما اروح للرجل المول اللي هو انت عارف الراجل المول اللي هو راكب الترانسبورتر ده. شفناه دي يا جماعه؟ شفت الراجل المول اللي هو راكب الترانسبورتر؟ ها شفتوه؟ لا بصراحة يا دكتور. شفتش الرجل المول؟ هنشوفه النهارده بقى. بص بقى، طبعا نخلي بالنا كل الناس اللي موجودة في الكورس دلوقتي، سواء بقى كوميونيكيشن كمبيوتر اي بي ام، كل الناس دي خدت الكورس بتاعت الاستاتيكا وخدت الكورس بتاع الديناميكا. اكيد انا لو مش محتاج ان انا اقول لك، لو انا طبقت فورس على ماس هيحصل لها اكسلريشن بقت ام اكس ده بالضبط بتساوي اف. الكلام ده كله خلاص يعني ايه، مش دي القضيه خالص، مش دي الايه القضيه خالص. احنا القضيه بتاعتنا دلوقتي السيستم داينامكس والفايده بتاعتها في انجينيرنج سيستم عباره عن تطبيق في الحياه اشوفه، هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اوصله النهارده. تعال نبتدي كده بالايه، باللي هو السبرينج. خلي بالك بقى معايا اللي هي نسميها الاليمنتس، الميكانيكال اليمنتس. الاليمنتس بتاعتي انا عندي هنا ايه في الاليمنتس دي؟ عندي حاجتين مهمين جدا. اول حاجه السبرينج. السبرينج ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الموديل بتاعه، شكله كده، اللي هي الياي او السيستم، الياي او الايه او السيستم. طب ايه الميزه في السبرينج ده؟ تعال نشوف كده. لو انا ثبت طرف منه، طرف على الحيطه كده، وهابلاي عليه فورس كده، ابلاي عليه فورس، هيحصل فيه الونجيشن. هو كان الطول بتاعه، كان الطول بتاعه اكس قبل ما ابلاي الفورس دي، بقى اكس بلس ايه بلس دلتا اكس، اكس بلس ايه بلس دلتا اكس. طيب لو انا رسمت الدلتا اكس كده، ادي الدلتا اكس فيرسس اف، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي خط مستقيم. السلوب بتاعه سلوب بيساوي كي،
خلي بالنا بقت الاف بتساوي كي دلتا اكس. خلي بقى معايا الكي ده بنسميه سبرينج كونست، ده اسمه ايه؟ ده اسمه سبرينج كونست. طيب السبرينج بتاعي ده احسن مثال ليه اللي هو اللي هي المساعدين بتاع العربيه. المساعدين بتاع العربيه في ايه؟ في اللي هو السوسته دي. طب عظيم قوي، كويس ماشي. وبعدين بس كده؟ خلي بالك بقى معايا، يبقى دون الشكل ده بيمثل لينير اليمنت. هو لينير اليمنت ليه؟ لان لما رسمت الاف فيرسس الدلتا اكس فيرسس ايه دلتا اكس، اديتني خط مستقيم بيمر بالاوريجن والسلوب بتاعه كي. الكي ده عباره عن السبرينج كونست. عظيم قوي. طبعا واحد ممكن يعمل الفزلكه الاتيه. الفزلكه الاتيه اللي هي ايه؟ عندي اكتر من سبرينج اهو، ادي عندي سبرينج رقم واحد وعندي سبرينج رقم اتنين، موصلهم هم الاتنين مع بعض وهابلاي عليهم فورس واحده. اي فورس اهي، يبقى انا عندي السبرينج ده اسمه كي واحد والسبرينج ده ايه؟ كي اتنين. يبقى اذا هنا كي واحد او كي اتنين ده بيمثل السبرينج كونستانت بتاعي. مثل ايه؟ السبرينج كونستانت بتاعي. طبعا اكيد في فورس هنا، خلي بالك بقى معايا، في فورس هتتولد في رقم اتنين اسمها اف اتنين، وفي فورس في ايه؟ في كي واحد اسمها ايه؟ اف واحد. يبقى كان الاف بتاعتك هي عبارة عن اف واحد زائد اف اتنين، يعني اف بتساوي كي واحد دلتا اكس زائد كي اتنين دلتا اكس. هما الاتنين خلي بالنا، هما الاثنين هيحصل فيهم نفس الالونجيشن، هما الاثنين هيحصل فيهم نفس الالونجيشن. يبقى الاف بتاعتي عباره عن كي واحد زائد كي اتنين في دلتا اكس. نخلي بالنا بقى، يبقى كان الكي ايكوفلنت هي عباره عن كي واحد زائد كي اتنين. يبقى خلي بالك ده بالظبط عامل زي التو ريزيستورز، بالظبط عامل زي الايه؟ زي المقاومتين اللي انت وصلتهم على الايه؟ على التوالي. صح كده يا شباب؟ مقاومتين وصلتهم على الايه؟ على التوالي. يبقى دي اول حاجه هتلفت نظرنا في موضوع الايه؟ موضوع السبرينج، موضوع الايه؟ السبرينج. طيب عظيم قوي. طب انا دلوقتي الحاله الثانيه للتوصيل بتاع السبرينج ده، عندي سبرينج اولاني اهو، بعد كده في سبرينج ثاني، لو قلت فيها شويه دي، بعد كده في سبرينج ثاني اهو، وابلاي فورس. خلي بالنا بقى، خلي بالك هنا، يبقى انت عندك هنا ادي كي واحد وادي كي اتنين. ايه اللي حصل بقى هنا؟ خلي بالك بقى، هما الاتنين ده هيحصل فيه الونجيشن اللي هي دلتا اكس واحد، وده هيحصل فيه الونجيشن اللي هي دلتا اكس اتنين، على عكس الاولاني. الحالة الاولانية هما الاتنين فيهم دلتا اكس، يبقى اذا في الحالة الاولانية، في الحالة الاولانية ده حصل فيه الونجيشن اللي هي كانت دلتا اكس، وده حصل فيه الونجيشن اللي هي كانت دلتا اكس برضه. وبالتالي هنا يبقى اذا هنا اف بتاعتي هنا هي نفس الاف، هي ايه؟ نفس الاف. يبقى خلي بالك بقى تاني، يبقى الدلتا اكس كانها بتساوي دلتا اكس واحد زائد دلتا اكس اتنين، لان كل واحد الكاركترستيك بتاعته مختلفه عن الثانيه. طب الدلتا اكس دي عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الاف على الكي ايكوفلنت. دلتا اكس واحد هي عباره عن الاف على كي واحد زائد دلتا اكس اتنين اللي هي عباره عن اف على ايه؟ على كي اتنين. وبالتالي يبقى واحد على كي ايكوفلنت هو عباره عن ايه؟ واحد على كي واحد زائد واحد على ايه؟ كي اتنين. خلي بالك من الحته دي. يبقى تاني في الحاله دي الكي ايكوفلنت بتاعتي هي عباره عن كي واحد كي اتنين على كي واحد زائد ايه؟ زائد كي اتنين. المهم قوي. يبقى خلي بالك بقى تاني، يبقى السبرينج بتاعي ده، السبرينج بتاعي دوت، يبقى السبرينج بتاعي لو انا عندي اكتر من سبرينج التوصيل بتاعي بيفرق. التوصيل هنا بتاعي ايه؟ بيفرق في الكي ايكوفلنت، في الايه؟ في الكي ايكوفلنت. طيب يبقى ده الاليمنت الاولاني في الميكانيكال سيستمز، الاليمنت الاولاني في الميكانيكال سيستمز. قبل ما اجري كده يا شباب، حد عنده سؤال ولا حاجه يقول لي بس قبل ما اجري، احسن اكون بجري وما اخدش الاسئله. اي سؤال في الجزئية دي؟ ها اي سؤال في الجزئية دي يا شباب؟ تمام. احمد عصام السعيد،
معايا احمد خالص. طيب احمد هيثم عثمان برضك مش معايا. طب الناس الناس سمعاني الاول. احمد فتحي احمد هاني يا دكتور. تمام. والشباب دول اللي انا نجات عليهم شكلهم يعني بعاد شويه. طيب تعال بس احنا قلنا هناخد بريك 4:15 عشان نصلي يعني العصر يروح علينا. تعال يلا كويس. تعال بقى نشوف تاني اليمنت في الميكانيكال سيستمز هو بنسميه الايه داشبورد او اللي هو بتاعه الايه بتاعه المقاومه اهي اللي هي داشبورد او داشبورد او الدامبر او ليه الدامبر. طب استنى كده واحده واحده داشبورد او الدامبر او العنصر بتاع الايه بتاع الريزيستنس دوت هو بقابله ازاي او تعال نشوف كده مثال. كنا احنا خدنا زمان ان انا لو انا عندي كده جسم محطوط على سطح خشن اهو كده فاكر انت الكتله دي فاكر الكتله كتله ليها وزن ام جي مش كده اوكي وكان في رياكشن هنا كده هو ار. لو الجسم ده حب يتحرك هنا بسرعه في صح هتقابله مقاومه هتقابله ايه مقاومه هنا وليكن اسمها ايه ميو في ار ميو في ايه فار واخد بالك انت. يبقى تاني يبقى دي كانها الايه كانها الريزيستنس دي كانها الايه الريزيستنس في الشكل ده ده بنسميها الايه بنسميها دراي ريزيستنس او بنسميه ايه دراي فريكشن. الشكل ده بنسميه ايه دراي فريكشن. طب واحده واحده بقى لو انا حبيت ارسم السرعه اللي بيتحرك بيها الجسم اللي هي في مع قوه المقاومه اللي هي اف يبقى اف بتاعت اللي هي بتساوي ايه ميو في ار والله هي هتطلع قيمه ثابته مش كده يا شباب. يبقى خلي بالك بقى لو السرعه بتاعتي في المقاومه بتاعتي هتطلع ايه ميو في ار اهي. طب لو في بقت نيجاتيف هيطلع له نيجاتيف ميو ار الناحيه الثانيه يطلع له ايه نيجاتيف ميو ار الناحيه الثانيه. يبقى خلي بالنا ده بنسميه ايه ده بنسميه الدراي فريكشن ده اسمه الايه ده اسمه الدراي فريكشن. طيب عظيم قوي. طب تعالى نشوف الحركه بتاعه السفينه. اهي الحركه بتاعه السفينه دي انا مش بارع قوي في الرسم بس يعني ايه الحركه بتاعه السفينه اهي سفينه ماشيه في الميه ماشي اهي دي الميه اهي تمام. السرعه بتاعه السفينه اهي في بتقابلها قوه مقاومه اللي هي اف قاسمها ايه اف. فواحد جه يرسم العلاقه ما بين الفي والاف يا ترى يبقى شكلها عامل ازاي؟ يا شباب حد كده يقول لي شكلها عامل ازاي؟ خلي بالك بقى معايا لو السرعه بتساوي صفر لو السرعه بتساوي صفر مفيش مقاومه. اول لما السرعه تزيد المقاومه تبتدي ايه؟ تزيد. المقاومه تبتدي تزيد هنعمل ميو تقول البشمهندس او البشمهندسه اللي فاتح المايك بتاعه ويقفل. انا اضطريت ان اعمل بس ميوت اول علشان الصوت عشان مسجل يا شباب ماشي اتفقنا تمام يا امنيه. طيب عظيم قوي. يبقى احنا نرجع بقى تاني احنا كنا بنتكلم على ايه السفينه قوه المقاومه اللي هي بتواجهها مقاومة عنيفة جدا جدا. خلي بالك بقى الشكل ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه دراج فريكشن. ده اسمه ايه؟ دراج فريكشن. طبعا برك نفس الحكاية مع سرعة الهواء والكلام ده كله. بس احنا في الباراشوت زي بعد شوية هنعمل تقريب علشان بس نسهل الموضوع. يبقى خلي بالك بقى معايا العلاقة ما بين الاف والفي زي ما انت شايف كده كانها بتزيد بشكل ايه بشكل كبير كان انت مثلا الكيرف ده قريب قوي ان هو يكون زي في تكعيب في كيوب دي يعني في ايه هو قريب ليها ممكن يكون تقريبا قدها يعني اقل منها شويه يعني بس هو ايه زي ما انت شايف كل ما السرعه تزيد كل ما الايه المقاومه تزيد جدا مقاومه ايه تزيد جدا. يبقى خلي بالك بقى تاني يبقى احنا هنا اتكلمنا على المثال بتاع الشيب في اللي فوقيها دي ده اللي هو البوكس اللي محطوط على سطح خشن ماشي برضك هتلاقي عندك حاجه تانية. تعال نشوف كده المثال بقى اللي جاي
اللي هو ممتص الصدمات اللي هو او بلاش ممتص الصدمات دلوقتي، هنتكلم على الداشبورد. وده ايه الداشبورد؟ الداشبورد ده عبارة عن ايه؟ لو انت عاوز تتخيل الداشبورد دون، هتلاقي ان هو عبارة عن ايه؟ كأنه عبارة عن انبوبة كده، انبوبة او اسطوانة او ايه؟ او اسطوانة، هنكبرها شوية. الاسطوانة بتاعتك هي الاسطوانة اهي، فيها زي بيستون كده، وهي ايه؟ ادي البيستون تمام. وطبعا هي يعني دي ايه؟ اويل فيلد، محطوط فيها اويل بشكل ايه؟ بشكل معين. طبعا في خلوص صغير قوي، في خلوص صغير قوي بيعدي الايه؟ بيعدي. طيب هو ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل لو انت جيت تحرك الايه البيستون ده، لو انت جيت تحرك البيستون ده بسرعه كبيره، خلي بالك بقى معايا، لو انت جيت تحرك البيستون بسرعه كبيره، خلي بالك ده الاويل اللي موجود ده ان كومبريسبل، صح كده يا شباب؟ ايه الكلام ده؟ تكنيكال، ايه كلام تكنيكال؟ خلي بالك يعني الفلويد اللي موجود جوه ده ما بينضغطش، خلي بالك. لازم ايه كلمه ما بينضغطش دي معناها ايه؟ مش زي الهواء، الهواء الكومبريسبيليتي بتاعته عاليه جدا، لكن الاويل ده انكومبريسبل، مش هتقدر تضغطه. فبالتالي عشان انت تقدر تحركه، عشان تقدر تحركه لازم السرعه دي تكون صغيره. السرعه دي تكون ايه؟ صغيره. يبقى تاني يبقى اذا عشان تحصل على حركه من البيستون ده، عشان تحصل على حركه من البيستون ده لازم تحرك ببطء عشان تسمح للاويل للزيت بتاعك يعدي من الخلوص الايه؟ طبعا هيعدي بالراحه جدا، هيعدي بالايه؟ بالراحه جدا. فبالتالي ده بنسميه الايه؟ ده بنسميه الداشبوت. الداشبوت دون كانه بي ايه؟ لو انا دلوقتي جيت رسمت الدلتا في، ركز كده معايا، دلتا في فيرسس الفورس، خلي بالك بقى الفورس اللي هتطلع دي هي بتاعت قوه المقاومه اللي هتقابلها الحركه بتاعت الايه؟ بتاعت البيستون. شكلها عامل ازاي؟ عباره عن خط مستقيم. عباره عن ايه؟ خط مستقيم. يبقى خلي بالك السلوب هنا، سلوب نسميه بي، يبقى البي ده هو عباره عن الريزيستنس كونستانت، او ممكن تسميه الريزيستنس كوفيشنت بتاع الايه؟ بتاع الداشبورد. يبقى اذا في الداشبورد بتتولد فورس المقاومه اللي هي عباره عن ايه؟ بي دلتا في، عباره عن ايه؟ بي دلتا في. وده مهم جدا. الداشبورد ده الاستخدامات بتاعته بقى استخدامات عديده، ماشي؟ كل نظام اللي هي بتاع ممتص الصدمات اللي موجود في العجلات بتاعت العربيه والموتوسيكل وعجلات كذا وعجلات كذا وعجلات كذا، متصمم بالطريقه بتاعت الايه؟ بتاعت الداشبورد ده. نفس الحكايه برك هتلاقي عندك في البيت، او في سواء بقى باب العماره، او تيجي هنا عندنا في الكليه هتلاقي البيبان برضك محطوط عليها الايه؟ الداشبورد. عارف انت السوسته او اللي هي موجوده فوق الباب من فوق دي، عشان ايه؟ عشان ما حدش يجي يروح رازع الباب، لا، يبقى الحركه بتاعت الباب ايه؟ هتلاقي برضك بيبان الاسانسير هتلاقي برضك متركب عليها اللي هو الداشبورد ده، عشان يمنع الحركه السريعه بتاعتها، يمنع الحركه السريعه بتاعتها وهكذا، تمام؟ طيب في بعض الاحيان برضك في الميكانيكال سيستمز او اللي احنا بنتعامل معاها، هتلاقي ايه؟ هتلاقي برضك في عندك هنسميها الايه؟ الاويل فيلم، او الاويل فيلم اللي هي طبقه، لما تيجي تلاقي كده اهي جسم محطوط على سطح، بيحط هنا ايه؟ زي اويل فيلم كده، ماشي؟ دي هتعمل ايه بقى؟ دي نفس الحكايه برضه، هتلاقي ليها فريكشن كونستانت بي، الجسم بتاعي ده لو متحرك بسرعه دلتا في، بتلاقي الفريكشن هنا تساوي ايه؟ بي دلتا في، وهكذا. فدي برضك من الحاجات المهمه جدا في الميكانيكال سيستمز. طيب ده عظيم جدا، انا بقترح ان احنا ناخد زي 10 دقائق كده يا جماعه، ناخد 10 دقائق بريك ونكمل بعديهم ان شاء الله، ما حدش يروح في اي حته، ماشي؟ ما حدش يروح في اي حته، ونصلي بس العصر وبعد كده نكمل، ماشي يا شباب؟ قول يا باشمهندس. تمام، لو واضحه كده الشفه، واضحه كده يا شباب؟
ايه الاخبار؟ وصلت يا دكتور. تمام، يبقى احنا دلوقتي عندنا في الميكانيكال سيستمز عندنا تو مين اليمنتس، اللي هو السبرينج وعندنا الدامبر. الايه الدامبر؟ بص بقى عشان نبسط الدنيا، السيمبل بتاع السبرينج بتاعنا اهو ده السيمبل بتاع الايه بتاع السبرينج. بالنسبه للدامبر هيبقى شكله عامل كده اهو، خلي بالك بقى اهو، تمام كده؟ يبقى ده السيمبل بتاع الدامبر وده السيمبل بتاع الايه بتاع السبرينج. هما الاثنين عباره عن لينير اليمنتس. احنا قلنا لينير اليمنتس ليه؟ البارامتر بتاع السبرينج هو عباره عن كي، والبارامتر بتاع الدامبر هو عباره عن بي، ماشي؟ ممكن بقى تسميه دامبنج كوفيشنت، ماشي؟ وده السبرينج كوفيشنت برضك، وهكذا. تمام، عظيم جدا. بالنسبه للسيستمز اللي يبقى جواها سبرينج ودامبر، تعال نشوف اول مثال لينا اللي هو بنسميه الكار موديل. بنسميه الايه؟ الكار موديل. ساعات بيسموه الايه؟ كوارتر كار موديل، يعني لان العربيه لها 4 عجلات فكل عجله منهم ربع. فتعال نبدا بالنموذج ده. النموذج ده مهم جدا، النموذج ده مهم جدا. تعال شوف كده، يبقى احنا عندنا الكار موديل دي شكلها عامل ازاي؟ لان خلي بالك دايما انت بتشوف سيستمز وبتتساءل طب هي شكلها عامل كده ليه والكلام ده، فالكلام ده مهم قوي. سكيماتيك دياجرام، انا عندي الشكل بتاع العربيه اهو، سيء انا في الرسم، معلش رسم، تعال نرسم بشكل كويس كده. هطلع في الكتاب في رسوم جميله يعني. ادي الايه ده الشكل بتاع العربيه، ماشي؟ فالعربيه دي انا هاخد بقى ايه؟ هاخد ربع منها. طبعا هي كتلتها ام، فانا هاخد ايه؟ ربع، ربع العربيه، هاخد ربع كده. فالربع ده شكله هيبقى عامل ازاي؟ شكله كده. ادي العجله، ادي الايه؟ ادي العجله اهي، العجله الفريم اللي هو بالاحمر ده، ادي العجله بتاعتي. العجله دي بتلمس الارض، فبتلمس الارض، ادي الارض اهي، فبتلمس الارض في انحناء هنا كده، ماشي؟ عظيم. العجله شايله جزء من العربيه او ربع كتله العربيه، كتله العربيه ادي المقاس اهي ام. طيب هي متشاله بقى على ايه بقى؟ خلي بالك بقى معايا، هي متشاله على حاجتين. احنا قلنا في عندنا حاجه اسمها ممتص الصدمات، فممتص الصدمات ده الموديل بتاعه عباره عن سبرينج وايه تاني؟ وداشبورد. يبقى انت عندك ايه؟ سبرينج وعندك ايه؟ داشبورد. عظيم قوي. كويس، يبقى خلي بالك بقى دي كده المسافه بتاعت اللي هي العجله بتطش الارض عند انحناء. انت عارف انت مشكلتك في ايه؟ في ممتص الصدمات ده، ما هي لو الاسفلت بتاعك املس وناعم والدنيا كده كده ما فيش صدمات، ما فيش، هيتصدم بايه؟ هو بيتصدم بالارتفاع واي. يعني تعالك المسافه دي اللي هي واي دي، هي دي الصدمه بتاعته، هي دي الايه؟ الصدمه بتاعته. ما هو فجاه راح جاله الايه؟ جاله المسافه واي. فطبعا المسافه واي دي، المسافه واي دي خلي بالك هتبقى هنا بقى في ديفليكشن او في الانجيشن او في كومبريشن في السبرينج. ادي هنا سبرينج كي، وعندي هنا ايه؟ الداشبورد الكوفيشنت بتاعه بي زي ما اتفقنا، فاهم كده؟ طيب يبقى انت عندك ده كده هيبقى ايه؟ هيبقى عنده في مسافه هيتحركها اللي هي ايه؟ وليكن اسمها اكس. يبقى خلي بالك بقى معايا، يبقى في كأن الطرفين بتوع السبرينج، في طرف هيتزق مسافه واي، طرف هيتزق مسافه ايه؟ مسافه واي، والطرف الثاني هيتزق مسافه ايه؟ مسافه اكس. مسافه ايه؟ اكس. عظيم قوي، عظيم قوي. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، الكتله اللي هي ام دي، الكتله اللي اسمها ام دي بنعمل لها اسمها الفري بودي دياجرام بقى. يبقى خلي بالك بقى تاني، الشكل اللي قدامنا ده هو الشكل اللي هو الموديل بتاع او الميكانيكال موديل بتاع عجله العربيه، بتاع ايه؟ بتاع العجله بتاعه العربيه مع ممتص الصدمات اللي هو الشوك ابزوربر اللي احنا ايه؟ اللي احنا صممناه مع بعض ده، تمام كده؟
طيب عظيم جدا. طبعا الناس اللي هي عملوا ديزاين بقى للكلام ده ون. اكيد البرامتر اللي هو كي والبرامتر اللي هو بتاع بي، البرامترز دي جايه من المصنع، يبقى انا جاي الياي بتاعي ده انا عارف بقى من الكاركترستكس بتاعته، انا عارف الايه الكي بتاعته كام، وعارف من اللي هو الدامبر البي بتاعته ايه كام وهكذا، تمام. طيب الموديل بتاعي هنا انا عاوز بقى اجيب المعادله اللي هي بتربط الكلام ده مع بعضه. المعادله دي لازم اعمل هنا حاجه اسمها الفري بادي دياجرام، اسمها الايه، بص كده باختصار اسمها الفري بادي دياجرام. الفري بادي دياجرام الكتله ام دي، الكتله ام ادي الكتله ام دي، ايه هي الفورسز اللي بتاثر عليها؟ طبعا اول فورس بتاثر عليها اللي هي الفورس بتاعت الايه، بتاعت الوزن اللي هي بتاعت الجاذبيه الارضيه، بتاعت الايه الوزن. ايه تاني، ايه تاني؟ طبعا بيأثر عليها برضك السبرينج، السبرينج فورس. طبعا السبرينج فورس دي خلي بالك بقى معايا، هي دي كأنها لو الاكس دي، لو الاكس تبقى لفوق، لو هي بتحرك لفوق يعني ماشي، فهيبقى عندي في هنا سبرينج كونستانت اهو كده، هيبقى كي في الالونجيشن، الالونجيشن بتاعتها تبقى عبارة عن ايه، اكس ماينس واي ماشي. نفس الحكاية الفورس بتاعت البي اللي هي الدامبر دي هتأثر على الفورس اللي هي بي في السرعة، السرعة يبقى عبارة عن ايه، اكس دوت ناقص واي دوت ناقص ايه واي دوت. يبقى اذا هنا معادلة الحركة بتاعتها لو احنا قلنا ان هي بتتحرك لأعلى، يبقى انا عندي هنا كده بقل أعلى، ثانية واحدة يبقى انت عندك هنا، يبقى الام معادلة الحركة بقى بتاعتها ام اكس دبل دوت هتساوي الام جي بلس البي اكس دوت ماينس واي دوت زائد كي اكس ناقص ايه ناقص واي. يبقى خلي بالك بقى تاني، يبقى اللي احنا عملناه دلوقتي عملنا كذا، عملنا ايه، عملنا كذا. يبقى اول حاجة ان احنا عندنا اللي هو الميكانيكال موديل بتاع الايه، بتاع السيستم بتاعي ده. طبعا احنا ما اتكلمناش على العربيه كلها، احنا اتكلمنا على ربع العربيه بس، الربع بتاعها او عجله من العجلات. خلي بالك بقى معايا تاني، يبقى انا عندي هنا اللي بيأثر على العجله، اللي بيأثر على العجله هو الصدمه اللي بتجيلها من الارض. الصدمه دي عباره عن ايه، عباره عن انحناء في الاسفلت او مطب، المطب ده الارتفاع بتاع واي، المطب ده الارتفاع بتاع واي. عظيم جدا. يبقى كأن انا عندي سيستم الانبوت بتاعه هو واي، الانبوت بتاع السيستم ده هو ايه، هو واي. عظيم قوي. فالواي بتاعتي دي، الواي بتاعتي دي ماشي، هتأثر بقى، هتعمل لي هنا elongation او هتعمل لي compression في السوستة او في السبرينج ده. لو الكتله بتاعتي بتحرك مسافه اكس، يبقى كان في كومبريشن او في الونجيشن هنا عباره عن اكس ناقص ايه ناقص واي. ليه ناقص؟ علشان هما الاثنين في نفس الاتجاه، هما الاثنين في ايه، في نفس الاتجاه. نفس الحكايه الدامبر بيقاوم السرعه المفاجاه، الدامبر بيقاوم السرعه المفاجاه، يبقى في عندي فورس في الدامبر اللي هي عباره عن بي في اكس دوت ناقص ايه ناقص واي دوت، دي اللي هي بتمثل الدلتا في، دي هنا بتمثل ايه، بتمثل ايه الدلتا في. طيب عظيم قوي. طيب من هنا برضك يبقى انا عندي هنا ام اكس دبل دوت اللي هي الماس في الاكسلريشن، قدرت ان انا اجيب الايه الفورسز بقى، المجموع بتاع الفورسز كلها اللي بتاثر على الجسم دون اهو في ناحيه، والام اكس دبل دوت في ايه، في ناحيه ثانيه، في ايه، في ناحيه ثانيه وهكذا. تمام يا جماعه. طيب حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ حد عنده سؤال في الجزئيه دي يا شباب؟ والاكس ده الجزء بتاع الالونجيشن بتاع السبرينج صح؟ ايوه الجزء اللي هو الالونجيشن من ناحيه الايه؟ من ناحيه الام، ناحيه الماس. الالونجيشن عباره عن اكس ناقص واي. تمام؟
تمام كده يا شباب. أي سؤال لحد دلوقتي؟ أي سؤال؟ أحمد هاني كله تمام يا شمس؟ تمام. طيب عظيم أوي. عظيم. تعال نشوف بقى دلوقتي. طبعا نخلي بالنا بقى المسائل دي في كذا مساله بقى وكده، وترسم انت الفري بادي دياجرام هتلاقي حتى في البرزنتيشن مسائل كتير. خليني اقول لك مثال تاني سهل، وانت ايه الباقيين ان شاء الله انت هتعمله بسهوله يعني ما فيهمش حاجه. زي ما قلنا ان احنا خدنا الكورس بتاع الاستاتيكا والديناميكا في الكلام ده، فتلاقي الكلام ده كلام بسيط قوي. خليني اقول لك المثال دون وبعد نروح للمثال بتاع الباراشوت. تعال نشوف المثال ده، تعال نشوف المثال اهو. ميكانيكال اكزامبل بسيط قوي. لو انا عندي نفس المثال بتاع الداشبوت ده، بس احنا عندنا هنا ايه، في عندي سوستة داشبوت بسيط كده اهو، وعندي كي وهنا بي، وبقى كده هما الاثنين متوصلين بكتلة، في كتلة مربوطة بيهم وبأثر عليها فورس كاف. ماشي. يبقى إذا هنا خلي بالك بقى، لو أنا قلت الديسبلاسمنت بتاعتي هنا اللي هي إكس، يبقى أنا كأن عندي الفورس الإم دي، الفري بادي دياجرام بقى بتاعها، الفري بادي دياجرام بتاعها أهو، أدي الإم، عندي أدي الفورس بتأثر عليها، وإيه تاني؟ إف، دي إكسترنال فورس. بقى كده عندي هنا ام جي اللي هو الويت. طيب هيقاومها هنا البي اكس دوت، وهيقاومها نفس الحكايه الايه؟ ايه؟ الاكس. يبقى المعادله بتاعت الحركه هتبقى ام اكس دبل دوت هتساوي اف بلس ام جي ماينس البي اكس دوت ماينس ايه؟ ماينس كي اكس ماينس ايه؟ ماينس كي اكس. يبقى دي الايه؟ دي المعادله بتاعت الحركه، دي المعادله بتاعت الايه؟ الحركه. طب نخلي بالنا بقى هنا في حاجه مهمه قوي. ممكن انا ابسط المعادله بتاعت الحركه دي ازاي؟ انا هقول له دلوقتي لما اف بتساوي صفر، لما الاكسترنال فورس بتساوي صفر، ماشي، وايه تاني؟ السيستم طبعا هيعمل ايه؟ هيهتز لحد لما هيوصل للسي ستيت. لما يوصل للسي ستيت الاكس دوت بتاعته بتساوي صفر، والاكس دوت بتاعته بتساوي ايه؟ صفر. ات ايه؟ ستدي ستيت. طيب يبقى ات ستدي ستيت كأن عندي الكي اكس اهي، يبقى كأن عندي زيرو هتساوي زيرو بلس ام جي ماينس زيرو ماينس كي في اكس نوت. الاكس نوت دي هي عبارة عن الالونجيشن لما تبقى الاكسترنال فورس صفر، ولما يبقى الايه؟ لما السيستم يبقى مستقر. يبقى كان الاكس زيرو دي بتساوي الام جي مقسومه على الكي، ام جي مقسومه على الايه؟ على الكي. طيب جميل جدا. طيب جنرال سبيكينج بقى، جنرال سبيكينج، جنرال سبيكينج، كان عندي اي الينجيشن اكس هي عبارة عن X نوت بلس Z. خلي بالك جنرالي دي معناها ايه؟ معناها ال F لا تساوي صفر. يبقى جنرالي لما يكون في ايه؟ لما يكون في فورس، لما يكون في ايه؟ external force. تعال نعوض بالكلام ده هنا، تعال نعوض بالكلام ده هنا. يبقى كأن ال M في ال X double dot هتبقى عبارة عن X zero double dot زائد Z double dot هتساوي الاكسترنال فورس زائد الام جي ماينس البي اكس دوت اللي عباره عن اكس زيرو دوت زائد زد دوت ناقص كي في اكس زيرو بلس زد. خلي بالك بقى معايا هنا، طبعا الاكس زيرو هي عباره عن قيمه ثابته، يبقى الاكس زيرو دبل دوت دي هتلاقيها بصفر،
والاكس 0 ضغط بصفر ماشي، وايه تاني، والكي اكس 0 هي عباره عن ايه، ام جي ضيعوا بعض. ايه اللي هيفضل؟ يبقى اللي هيفضل ام زد دبل دوت هتساوي الاف ماينس البي زد دوت ماينس كي زد ماينس ايه زد وهكذا. يبقى دي انا عباره عن ايه، يبقى دي عباره عن المعادله بتاعه السيستم بتاعي. طبعا هنا بسطتها تخلصت من الايه، من الام جي، تخلصت من الايه، من الام جي وهكذا. ده مثال يعني ايه، مثال بسيط قوي، مثال بسيط قوي يعني، عشان موضوع الايه لما يكون المعادله بتاعه الدامبر مع السبرينج وهكذا مبسطه. تعال ايه نبسط الكلام ده. ماشي يا جماعه، لو انا رحت للبرزنتيشن بتاعنا في مشكله قبل بس ما اعمل حاجه زياده، نشوف الاسئله لو في اسئله قبل ما ننقل لحاجه ثانيه. دكتور معلش، هو ايه الزد اللي احنا كتبناه ده؟ لان احنا افترضنا ان الاكس بتساوي اكس اللي هي الالونجيشن الزياده على السيستم نتيجه الاكسترنال فورس. ماشي ماشي كده اوكي. يعني دلوقتي كان عندي السيستم بدون اكسترنال فورس، الوزن بتاع الكتله دي عمل الونجيشن اسمه اكس 0، تمام كده؟ تمام. لما هزود بقى اكسترنال فورس هيزود على الاكس 0 دي displacement تانية اسمها زد اكسترا يعني. تمام. أو كده. شكرا دكتور. تمام. خلوني عشان ما انساش عاوز اوريكم بس ايه مجموعه من الامثله. هنروح هنا للمثال بتاع الباراشوت قبل ما نخلص النهارده، عشان بس ده انا قلته لزمايلكم. بص كده معايا، ناس شايفه الشاشه عندي؟ ناس شايفين الشاشة يا جماعة؟ أيوة يا دكتور، أيوة شايفين. تمام، عظيم جدا. بص كده معايا، طبعا احنا قلنا ان احنا هنستخدم بقى الميكانيكال او هنخش في الميكانيكال سيستمز او الهيدروليك سيستمز and so on. طب اهم حاجة في النهاية عندي معادلة بتوصف السيستم، معادلة بتوصف الايه السيستم. في انالوجي؟ اه طبعا في انالوجي ما بين السيستمز اللي احنا هناخدها كلها، سواء اللي هي الميكانيكال او الالكتريكال او الهيدروليك سيستمز. طبعا في انالوجي. اول حاجه طبعا في انبوت، ادي هنا الانبوت هنا عباره عن فورس في الميكانيكال، في الهيدروليك سيستمز هتلاقي عباره عن الفلو، فلو ان ماشي. هتلاقي في عندي هنا ماس، في عندي ماس اليمنت، هتلاقي في هناك حاجه اسمها الكاباسيتنس. الكاباسيتنس دي اللي بتوصف اللي هي الكاباسيتي بتاعه التانك. ليه التانك؟ طيب في دامبنج كوفيشنت، اه في دامبنج كوفيشنت اللي هو بي، هناك هتلاقي في ايه واحد على ار اللي هي الريزيستنس. نفس الحكايه هتلاقي في سبرينج كونستنت، اه سبرينج كونستنت اللي هو كي، هناك هتلاقي ان هو بيمثل مثلا الحاجه ليها علاقه بالايه بالانتجريشن بتاع البريشر او وات ايفر بتاعت الايه بتاعت السيستم وهكذا. هتلاقي دايما كل البارامترز سواء الـ R والـ L والـ C أو الـ M والـ B والـ K أو الـ C والـ R والـ I، كلها كل دي ليها إيه ما يقابلها في السيستمز. طيب كسيستمز حقيقية، أنا كلمتك من شوية إن إحنا عندنا العجلة بتاعة العربية، ده يعني أحد الأشكال بتاعة الإسكيماتيك دياجرامز بتاعة الإيه بتاعة عجلة العربية أو عجلة عامة يعني. هتلاقي فيها الدامبر وهتلاقي فيها السبرينج بتاعتها، ممكن تسميه كويل سبرينج مثلا وهكذا. نفس الحكايه بيبقى عندنا في الروبوت ارم وهكذا. الروبوت ارم برضه بيبقى عندنا ده واحد من الامثله بتاعه السيستمز اللي احنا بنتعامل معاها وهكذا. فدي برضه من الحاجات المهمه جدا. في عندنا برضه
في الميكانيكال سيستمز عندنا مثلا دون الميكانيكال درايف والروبوت ار، ماشي، ده اللي هو على ناحية اليسار ده، او اللي هو الكونفير سيستم اللي هو مثلا سير وعليه لود لإليمنت او منتج معين وبيتم فحصه او نقله على السير وهكذا. برضك عندك حاجة تانية برضك very interesting، انا كنت كلمتك قبل كده على اللي هو السيرفو سيستم. السيرفو سيستم ده عبارة عن ايه؟ احنا كنا قلنا المثال اللي هو بتاع الانجلر كنترول، ماشي، هنا برضك ده عبارة عن الديسبليسمنت كنترول للود معين زي الام دي. ما الام دي عبارة عن لود، انا عاوز انقلها مسافة اكس، فبتتنقل مسافة اكس عن طريق حاجة اسمها الهيدروليك سيرفو موتور. هيدروليك ايه؟ سيرفو موتور، كأن هو في زي فولف سيستم زي ما انت شايف كده، يبقى في ليكويد او في زي هواء، ماشي، هواء بنسميه نيوماتيك بريشر، ماشي، لما يكون اويل يبقى هيدروليك، اويل هيبقى ايه؟ هيدروليك، تمام كده. فبالتالي عن طريق الحركه بتاعت واي في الفولف دي الفلويد هيبقى يا اما فوق او يعني زي ما انت شايف كده فوق البستون او تحته، فوق البستون او تحته، فوقيه يبقى بيحرك الاكس في اتجاه موجب، تحته يبقى من الناحيه دي كده، ماشي، هيحركه في اتجاه، او من الناحيه دي يحركه في ايه، في الاتجاه التاني، بيتحكم في الكلام ده عن طريق الايه اللي هو البيفوت فالف اللي فوق، ماشي، ده بيسموه الهيدروليك سيرفو موتور. هيدروليك ايه؟ سيرفو موتور. الهيدروليك سيرفو موتور ده احد التطبيقات بتاعته زي عارف انت، شفت انت السيستم بتاع الايه، بتاع بيسموه الشوكه تقريبا، ده بيسموه الايه، الشوكه او الباك هو، دون بيستخدم في اللي هو السيرفو او الهيدروليك سيرفو ميتر او موتور. مثال مهم قوي ده، مثال مهم، تمام. طيب نفس سيد على الجزء ده بقى عشان نتنقل للجزء اللي بعديه. لو حد عنده سؤال بس يا شباب، لو حد عنده سؤال قبل ما نتنقل للجزء اللي بعديه. طيب فلت الشغل بتاع ده، ثانية واحدة. تفضل يا شمس، تفضل. دكتور، هو في الداشبوت كنا بنقول ان العلاقه بين الفورس والدلتا في كانت اف بتساوي بي دلتا في، صح؟ تمام. هي بقى الدلتا في دي بقى دلتا فوليوم ولا دلتا سبيد؟ عشان انا لحد دلوقتي مش عارف اجمع. لا، الفيلوسيتي، السبيد، الفيلوسيتي. يعني دلتا، اوكي، يعني دلتا في اللي هي فرق السرعات بتاعت الاطراف بتاعت الداشبورد. الطرف اليمين بيتحرك بسرعه في واحد، الطرف الشمال بيتحرك بسرعه في اتنين، في دلتا في، ماشي، دلتا في دي اللي هتولد بناء عليها الفورس. تمام، اوكي، تمام تمام شمس، كويس. بس خلي بالك بقى، خلي بالك انت في سؤالك حاجه مهمه جدا، الاويل اللي جوه الانبوبه ما بيحصلوش اي كومبريسيبيليتي، انكومبريسيبل. تمام. ان الاويل اللي جواه انكومبريسيبل، وده السر اللي هو بيقاوم السرعه الكبيره. ما هو لو كان كومبريسيبل طب ما خلاص ما هينضغط، صح ولا لا؟ السرعه الكبيره تضغط، لكن هو لا، غير قابل للانضغاط. تمام. تمام. دقيقة بس، اسمع الأذان، دقيقة واحدة.
طيب يا شباب، شمس والشباب شايفين الكار موديل اللي قدامي ده؟ ايوه يا دكتور زهر. تمام كده، احنا كنا ايه، كنا اتكلمنا على الجزء اللي هو بتاع الايه، اتكلمنا على الجزء بتاع العجله. فين جزء العجله؟ اهو شوف كده، ادي العجله، ده الايه، ده الجزء بتاع العجله، ده الجزء بتاع الايه، العجله، السيت والكرسي اللي اهو فوق اهو، ماشي، وهكذا. طبعا ممكن بقى تشوف انت بقى، تلاقي اشكال كتيره بقى متعدده للكلام دون وهكذا، ماشي. وان شاء الله في مثال هوريه لك بعد شويه، واحنا اوريدي حليناه، يعني المثال اللي احنا حليناه، اللي احنا جبنا المعادله بتاعت الايه، بتاعت الحركه بتاعتها نتيجه الايه، نتيجه المطب اللي هو واي، واي احنا المطب عملنا له نموذج اللي هو الايه، ان هو واي واثر على الحركه، وجبنا الايه المعادله بتاعته وهكذا. طيب عظيم قوي، تعالى ايه نروح للي بعد كده، نروح للايه اللي بعد كده، مهم قوي. طيب هنشوف، احنا قلنا دايما شباب، احنا قلنا ايه، قلنا ان الموضوع مش موضوع معادلات، احنا موضوع انجينيرنج سيستم حقيقي موجود واحنا بنتعامل معاه. الناس شايفه قدامي دلوقتي على الشاشه، شايفين الباراشوت اكزامبل؟ اه يا دكتور الباراشوت. ايوه، المثال بتاع الباراشوت، على فكره المثال بتاع الباراشوت ده من ايه، يعني ممكن تقول ان هو من اهم الامثله في الموضوع، لانه بس بيقرب لي، لان انت من غير ما تشوف الحته بتاعت الباراشوت، بدون ما تشوف دي كده، ها، ورحت فجاه شايف دي، ده اللي بيجي عندنا في المثال. ثانيه واحده، دايما احنا ايه، يجي عندنا في المثال اللي هو ده، لا اله الا الله، بتاع ده الموضوع، القلم ده سخيف قوي. انت ايه، بيجي لك المثال في بتاع في الامتحان اهو، اللي على اليمين، صح كده؟ فانت تقعد تتخيل بقى، تقول ايه الام بي والام جي والكي ار لا طبعا، تعالى بقى نتخيل على طول مباشره. ادي دلوقتي الراجل بتاع الباراشوت ده، وده سيستم، وده تطور، مشكله اللي هو طياره على ارتفاع مش عارف كام الف قدم، ماشي، والراجل عاوز يقفز بالباراشوت ده، والباراشوت ده مطلوب منه ان هو يوصله للارض بسرعه مناسبه ان هو يصطدم وما يتاذيش، صح كده؟ هي دي البروبلم اللي احنا بنواجهها دلوقتي. فما تقعدش بقى تقول لي اصل دي بقى، دي المشكله، دي مشكله الراجل مهندس الميكانيكا، ولا لا، هي دلوقتي مشكله بتقابلني كمهندس وانا عاوز احلها. ما تقعدش بقى تفكر ليه، لان انا قلت لك في الاول ان احنا محتاجين نعمل سيميليشن على الكمبيوتر، السيميليشن على الكمبيوتر دون يحل الموديل ده، يبقى انت الاول محتاج انك تعمل موديل وبقى كده تحله على الكمبيوتر، ماشي. طيب واحده واحده، تعال نشوف ايه هي الميكانيكال اليمنتس بتاعتنا ونربطها بالواقع. اول حاجه الباراشوت، ده اللي هو ليه كتله. طيب في المساله الكتله بتاعتي كام، اسمها ام بي، يبقى خلي بالك الام بي دي عباره عن الكتله بتاعت الباراشوت. طبعا كتله الباراشوت دي خلي بالك مسألة تصميم برضك، ما هو الكتلة بتاعته مرتبطة بالمساحة بتاعة الباراشوت ونوع الماتيريال اللي هو معمول منها والكلام ده كله، فديا هتجيب لي في النهاية الايه، الام بي. طيب الشخص اللي هو هيقفز بالباراشوت ده كتلته ام جي، يبقى الام جي هي الايه، هي الكتلة بتاعة الراجل اللي هيقفز. عظيم جدا، خلي بالنا المثال ده جاي من الكتاب اللي انا قلت لك عليه في الاول خالص، انا قلت لك في الاول ان احنا هنستخدم الكتاب بتاع كذا كذا، المثال ده جاي منه، المثال ده جاي منه. طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه، يبقى احنا عرفنا الكتله، تمام خلاص كده، الكتله الام بي ليها قيمه والام جي ليها قيمه، هوريها لك بعد دي خلال دقيقه. طيب انا عندي دلوقتي
الراجل اللي بيقفل ده بيقابل مقاومة من الهواء. مقاومة من الايه؟ من الهواء. اه طبعا، ما هو اي جسم بيتحرك في فلويد، في مائع، بيقابل مقاومة. احنا اتفقنا قلنا ان المقاومة بتاعت الهواء او مقاومة المية، انا كنت قلت لك في الاول خالص على المثال بتاع السفينة. طيب هنا للتبسيط هنفترض ان المقاومة بتاعت الهواء، مقاومة الهواء للراجل ده، مقاومة الهواء للراجل ده هسميها اف جي، ودي بتساوي بي جي مضروبة في الايه؟ مضروبة في السرعة بتاعته، مضروبة في الايه؟ في السرعة بتاعته. طيب ادي البي جي، يبقى خلي بالك انت عرفت دلوقتي ان البي جي ده عبارة عن معامل مقاومة الهواء. هو هنا عاملها بي جي على 2 وبي جي على 2، مش فارقة يعني، بس عشان يديك الإحساس إن مقاومة الهواء، الهواء بيحيط بيه من كل جانب يعني، بيحيط بيه من كل ناحية، فهو المقاومة هنا بي جي مضروبة في إيه؟ فرق السرعة. طيب عظيم جدا. خلي بالك بقى الباراشوت ذات نفسه، الجزء بتاع الباراشوت ده بيقابل مقاومة، المقاومة دي ليها كوفيشنت بردك بي بي، مقاومة إيه؟ بي بي. طيب يبقى تاني، هل البي بي هي نفسها البي جي؟ لا، المقاومة بتاعت الباراشوت أكيد الكوفيشنت بتاعها أكيد مختلف عن إيه؟ عن المقاومة بتاعت الشخص، المقاومة بتاعت الإيه؟ الشخص اللي بيقفز. طب عظيم جدا، ده طبعا نتيجة دراسة ونتيجة الكلام ده مش من فراغ، أكيد في ناس قعدت ودرست وقعدت حسبت الكلام ده، والكلام ده محسوب، الأرقام هوريها لك بعد شوية. طيب الباراشوت مربوط في الراجل بخيط، هو الخيط ده خلي بالك على فكره، الخيط ده عباره عن سبرينج، المعضل بتاع الخيط بتاعي عباره عن سبرينج، السبرينج كونستانت بتاعه كي ار، اهو سبرينج كونستانت بتاعه ايه؟ كي ار. عظيم جدا، تمام كده. القيم دي، القيم دي ماشي موجوده في المثال بتاع الباراشوت جامبر ده، وهي القيم دي كالاتي: الكتله بتاعه الباراشوت 10 كيلو جرام. دي على فكرة الأرقام دي مش من تأليفي أنا، ماشي، دي الأرقام بتاعت الكتاب، دي الأرقام بتاعت الإيه؟ الكتاب. الكتلة بتاعت الباراشوت 10 كيلو جرام، الكتلة بتاعت الشخص 60 كيلو. طبعا 60 كيلو ده راجل سليم جدا يعني، خلي بالك يعني ده راجل سليم 60 كيلو ده، ماشي. طيب المقاومة بتاعت الباراشوت، المقاومة بتاعت الهواء للباراشوت الكوفيشنت بتاعها 100 نيوتن سكند على متر، ماشي، الابعاد بتاعتها الدايمنشنز بتاعتها نيوتن سكند على ايه؟ على متر. 100 خلي بالك 100، ودي اكيد بتقاسها وليها تجارب بتقيسها والكلام ده كله، الكلام ده في سيستمز بتديك الايه؟ القياسات دي. تمام، عظيم جدا. بعد كده الكوفيشنت بتاع الهواء، مقاومه الهواء للجامبر كام؟ 10 نيوتن سكند بر ايه؟ بر متر. طب عظيم جدا. السبرينج كونستانت، احنا قلنا الخيط اللي مربوط ما بين الراجل وما بين الباراشوت ليه سبرينج، عباره عن سبرينج. طيب الكوفيشنت بتاعه كام؟ 400 نيوتن لكل متر، عباره عن 400 نيوتن لكل متر. عظيم قوي، عظيم جدا. طيب دلوقتي قال لك ان في ريفرنس هقيس منه الديسبيسمنت بتاعت الايه؟ الباراشوت. نفس الحكايه، في ريفرنس هقيس منه الديسبيسمنت بتاعت الايه؟ بتاعه الجامبر، مش كده؟ اوكي، بحيث ان في النهايه طبعا هجيب المعادلات بتاعت الحركه بتاعتهم هما الاثنين، المعادلات بتاعت الايه؟ الحركه بتاعتهم هما الاثنين. فين المعادلات دي اهي؟ جبت المعادلات دي منين؟ هترسم الفري بادي دياجرام زي ما قلنا، هرسم الفري بادي دياجرام، مش كده؟ اوكي، وبعد كده يبقى انا عندي معادله للباراشوت ومعادله للجامبر، معادله للباراشوت ومعادله ايه؟ للجامبر. طبعا المفروض انت هتحل الاثنين دول، المفروض انت تحل الاثنين دول في التايم، ماشي. طيب هو انا هحلهم على ايدي؟ طبعا احنا لسه قايلين من شويه ان احنا هنعمل سيميليشن عن طريق الكمبيوتر، سيميليشن عن طريق الكمبيوتر احسن طبعا حاجه واسهل حاجه بالنسبه لنا دلوقتي، ان احنا ان شاء الله نستخدم الايه؟ نستخدم السيميلينك. ده الايه؟ ده المثال بتاع السيميلينك. خلي بالك بقى، ده المثال بتاع السيميلينك زي ما انت شايف كده، ماشي. طيب السيميلينك ده، السيميلينك ده هيديني النتائج بتاع السيميليشن. ارجوك هتاخد الكلام ده وهتقعد تذاكره، ومش عايز اقول لك تنفذه، تذاكره وتنفذه وتشوف الكلام ده. طب انا عاوز اوصل ليه؟ عاوز اوصل للاتي، المعلومه الاتيه:
دي النتائج بتاعت السيميليشن بتاعت الباراشوت اكزامبل. طيب هو ايه بقى الملفت للنظر؟ واحدة واحدة، ايه بقى الملفت للنظر؟ اللي ملفت للنظر تعال نشوف كده كل جراف من دول بيعبر عن ايه. حد كده يا شباب ممكن يبص على الجرافز دي ويطلع منها بكونكلوجن ويقوله لي لو سمحتوا؟ شباب اي دكتور عندي كونكلوجن بس مش يعني مش حاسه يعني. لا بس انا ممكن خد فتره كده دقيقه ولا حاجه بص في الريسبونس ده وما تتسرعش، لان خلي بالك احنا دلوقتي قدام انجينيرنج بروبلم وعاوزين نوصل منها الكونكلوجنز. خلي بالك احنا كده كاننا ايه، كاننا عدينا المرحله بتاعه الديزاين ورايحين نشوف النتائج بتاعت الديزاين بتاعتنا ونحللها ونشوف هل الكلام ده اكسبتابل ولا مش اكسبتابل. هو ده اللي انا عايزه، وهو اكسبتابل ليه وهكذا، ده اللي انا عايز اوصل له. بص شويه، نبص شويه كده دقيقه ولا حاجه بص في الريزلتس وبعد كده هنطلع منها بايه، بكونكلوجن. طيب حد يقول لنا يا شباب يلا. باشمهندس اللي كان بيتكلم اتفضل. ايوه اتفضل. يعني انا حاسسها سنسبل، وفي برضه حاجه يعني لفتت نظري ان هو بالذات في الجراف بتاع الفيلوستي بتاع الباراشوت والجامبر. تمام. هو ان تقريبا ان في اول لحظه يعني كانت الباراشوت كانت بتلاج ورا الجامبر قوي، يعني كان بيحصل فيها اكسلريشنز اسرع من من الجامبر بكتير، بعديها تقريبا ابتدت تاخد يعني نفس صورة الجامبر يعني. تمام. يعني انت عايز تقول ايه، هم في الاول كانوا كانهم مفصولين عن بعض بعد كده بقى حاجه واحده. بالظبط. وده طبيعي في الجزء بتاع اللي هو الخيط بيتفرد، صح ولا لا؟ تمام. طيب انا هقول لك على حاجه. هو انا دلوقتي الاكسلريشن، تعال نبدا بالاكسلريشن الاول لان حاسس الاكسلريشن هي اخطر واحده، ايه رايك في الكلام ده؟ الجزء بتاع الاكسلريشن ده اخطر واحده، صح ولا لا؟ صحيح. طب الاكسلريشن في الاول خالص كانت بكام؟ اللي انا معلم عليها بالاحمر دي كان بي جي، اللي هي 9.8 عجله الجاذبيه. طيب ووصلت لكام؟ تقريبا لا هي في الاخر كانت بصفر. طب وده مهم ولا لا؟ دي اخطر حاجه في الموضوع، صح؟ دي اخطر حاجه في الموضوع. ما هو خلي الخطوره كلها ان انا عندي اكسلريشن، اصل الاكسلريشن دي معناها ان السرعه بتاعتي عماله تزيد، عماله ايه؟ تزيد. لا الحمد لله الباراشوت تساعدني ان انا اوصل الاكسلريشن لزيرو. هل ده هدف ليا ولا لا؟ الاجابه نعم، ده هدف ليا. معايا؟ تمام. واخد بالك انت؟ تاني هي الخطوره ان انا واحد بيقفز دي معناها ايه؟ معناها ان السرعه بتاعت، لو انا افترضت ان مفيش مقاومه
لو افترضت ان هو ايه نازل ومفيش مقاومه، في فراغ، في ايه، في فراغ كانه في الفضاء، لا بس بلاش الفضاء دي، كان مفيش هواء، كان مفيش مقاومه هواء، فبالتالي هو سرعته بتزيد بمعدل 9.8 من 10 متر في الثانيه الواحده. لا ده هنا الباراشوت تساعدني ان انا اوصل لسرعه كام، للاكسلريشن كام، زيرو صح كده تمام. طيب ساعدني ايه تاني الباراشوت؟ خلي بالك الباراشوت ساعدني تاني ايه بقى؟ السرعه بتاعتي وصلت لكام؟ تقريبا 10 متر في الثانيه. 10؟ لا اكبرها كده، للاسف البتاع ده ما بيكبرش، المود بتاع البرزنتيشن بتاع الباوربوينت ده سخيف. كام تقريبا؟ بص كده الدوتس دي هي العشرة، السرعه ثبتت عند كام؟ تقريبا عند ما بين السته والسبعه متر في الثانيه. يبقى السرعه الباراشوت وصلني بقت عندي سرعه ايه؟ سرعه ثابته. وتطور قليله ولا كبيره؟ ايوه لو 7 متر في الثانية اعتقد كتيرة شوية يعني. يعني لا مش كتير، يعني 7 متر في الثانية دي معقولة؟ هينزل يجري على الأرض، هينزل إيه؟ يجري على الأرض تمام؟ أوكي. فبالتالي واخد بالك أنت؟ هيبص كده واخد ده، بص ده تخيل أنت لو أنت مفيش إن الأكسلريشن دي بقت بصفر، هينزل بسرعة سرعة مدمرة ماشي. فبالتالي الباراشوت تساعده ان هو ينزل بسرعه ثابته صح كده، بسرعه مع اكسلريشن بتساوي صفر، معناها السرعه ثابته وتقريبا هي هتلاقي 6 وكسر حسبتها. لا يمكن كنا بننزل بعده جامد. نعم والله كنا بننزل بعده جامد لما كنا بنخبط في الارض. ازاي؟ قول يا باشمهندس وضح. قصدي يعني لما يعني السرعة دي برضو كانت بتبقى يعني بتبقى بنخبط جامد في الأرض حتى مع الباراشوت. طبعا 6 متر في الثانية دي من سرعة، بس تخيلي في السيميليشن، أقول نتائج السيميليشن دي، في السيميليشن ده هو أهم حاجة إن هو وصل لإيه؟ أكسلريشن قد إيه؟ زيرو. الأكسلريشن إيه؟ زيرو. طبعا ممكن يكون بقى عامل حسابه إن هو السرعة 6 متر في الثانية دي، إن هو مثلا هيكون في إيه؟ في إيريا معينة فيها رابر، أو فيها حاطين هما ماتيريال معين على الأرض وكده، بحيث إن هو إيه؟ يعني تخفف من التصادم والكلام ده. ماشي؟ تمام؟ فأهم هو في حاجة مصر عموما بننزل على رملة يعني. نعم؟ هو في مصر عموما بننزل على رملة. يعني ماشي، بس أهم حاجة إن هو إيه؟ الكونكلوجن هنا ان انا قدرت ان انا اوصل بالاكسلريشن بتاعي لزيرو. تجربت انت يا باشمهندس؟ باشمهندس اسمه ايه؟ امنيه. طب قولي لنا يا امنيه انت تجربتك ايه في الموضوع ده؟ كويس، برافو، كويس، قولي. والله هو بس احنا ننزل، هو كان يعني احنا ما كناش اصلا نعمل الباراشوت احنا بنفسنا، بما اننا يعني كنا لسه مبتدئين وكده. هو اول ما بننط كان من طياره حربيه، بننط من الباراشوت بيتفتح على طول. بنتشد كده فجأة، والمفروض بقى بنمسك يعني ايه بنعمل نفسنا وضعية معينة عشان بس ما نتخبطش. ده الكلام ده في كسيميليشن ولا كقفز حقيقي؟ بطح. لا قفز حقيقي. تمام قولي. بس يعني ولما بنيجي بنخبط في الارض بنحاول ننزل يعني ايه يعني جزء على رجلنا وجزء يعني مثلا وضعيه معينه، بس عشان ايه لما بنخبط في الارض ممكن رجلنا تتكسر اصلا بسبب السرعه اللي احنا نازلين بيها. هي السرعه بتبقاش عاليه، بس لما يعني بس برضه ممكن تكسر رجلنا. فلازم لا ننزل لازم وضعيه في تدريب معينة. لازم في تدريب طبعا. بس يعني تقريبا بس كده. هو بس يعني هو احسن 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 حاجه بتبقى في ساعتها واحنا لسه في الهواء بعد طبعا. ما الباراشوت يفتح، لكن بقى واحنا نازلين لازم نبقى واخدين بالنا عشان ننزل. طبعا طبعا ديفينتلي. طب سؤال يا امنيه، سؤال، هل في حاجه اللي انت بتقوليها دي بتناقض الجرافز، او في حاجه في الجرافز دي بتناقض اللي انت بتقوليه؟ ده سؤالي. بص لا فاهم قصدي؟ يعني ايه دلوقتي؟ يعني مثلا هل انا وانا نازل على الارض فعليا وانت بتنطي بالباراشوت ده فعليا، هل انت حاسه نازله السرعه بتاعتك ثابته ولا بتزيد؟ لا لا ما بتزيدش. ما بتزيدش. يبقى ايه؟ يبقى الاكسلريشن بكام؟
صفر. صفر صح كده؟ صح ولا لا؟ تمام تمام. طيب وانا نازل بخبط في الارض، وانا بخبط في الارض بسرعه ولا ليا سرعه؟ لا ليا سرعه. لا ليا سرعه اهي. سرعتي كام؟ هو هنا بيقول لك ان هي 6 متر تقريبا، يعني تقريبا 6 وكسر متر في الثانيه ماشي. وانت بتقولي ان هي فعلا ان انا وانا نازل محتاج ان انا يكون في حاجه رابر او حاجه مثلا زي ساعات هم يحطوا حاجات مطاطيه او كده الناس بتقفز عليها، او ان هو نازل بتدرب هينزل يجري او يعمل حاجه معينه بحيث ان هو يتفادى الارتطام دوت عشان رجلي ما تتكسرش وكده. فده محتاج تدريب. بنحاول نوزع، بنوزع اللي هو لما بنصطدم بالارض بنحاول نوزع اللي هو الضغط اللي يعني مثلا. تمام بالظبط بالظبط كويس. طيب يعني الكلام ده بيميك سنس بالنسبه لك، انت عشت تجربه حقيقيه الكلام ده بيميك سنس معاكي؟ تمام. فده كده كويس جدا. كويس كويس يا امني ماشي تمام. طيب حد يا جماعه عنده سؤال في المسألة بتاع الباراشوت ده؟ او انا عايز اعرف بس هو الجراف اللي فوق خالص ده معناه ايه؟ اللي هي الديسبليسمنت، هو بيرسم المسافه، المسافه اللي هو بيقفزها مع التايم. يعني هو مثلا بعد 4 ثواني يكون وصل لمسافه قد ايه؟ مثلا 50 متر او 40 متر حاجه زي كده. اوكي يعني الواي اكسس ده دي ديستنس. ديستنس اه دي اهي دي الديسبليسمنت. تمام طيب عظيم جدا ماشي. ايه تاني؟ ها كويس. سما اتفضلي. ولا سما اللي انت اللي كنت بتتكلم، اللي كانت البشمهندسه اللي قفزت حقيقي اسمها ايه؟ ما خدتش بالي. انا امنيه. امنيه خلاص بقى امنيه. يعني لو جت المساله بتاعت الباراشوت دي في الامتحان هتعرف تحلها كويس؟ ها بجد؟ انا فعلا انا جبتها في الامتحان بتاع انا فاكر السنه اللي فاتت. هبقى احط لكم الامتحان ان شاء الله على ال ام اس ان شاء الله. تمام سامة اتفضلي. سامة رفع ايديها اتفضلي. طيب سامة مش سامعاني شكلها. طيب في مثال تاني بس انا شايف ان انا ممكن ما اقولوش المره دي بقى عشان ما يبقاش كتير عليكم، ممكن اقوله المره الجايه. المثال ده خليني بس امهد له وبعد كده اقول. حد يا جماعه شاف البتاع دي قبل كده؟ ترانسبورتر. يا دكتور في الافلام تقريبا. في الافلام بس يعني مش في الحقيقه. انا شفت اللي هي بتبقى اللي هي تحت اللي هي ما لهاش العمود ده ما لهاش. اه بالظبط هي دي. هو هنا الناس بتستخدمها كانها لعبه بس هي مش لعبه. يعني خلي بالك هو الثانيه دي البيرسونال ترانسبورتر ده انا كنت طبعا انا شفته بره، كنت في امريكا من 2002 لحد 2008 وبعد كده من 2010 2012 كان دايما في المول، وحتى اللي هو ضباط البوليس والكلام ده كانوا بيستخدموها في الترانسبورتيشن جوه الكامبس والكلام ده كله. فدي على فكره من الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي المهمه جدا. ليه؟ اول حاجه ان هي الكتريكال طبعا، ودي ميزه فيها مش محتاج طبعا ولا يركب بقى موتوسيكل ولا عربيه ولا الكلام ده. وطبعا بتنجز يعني سواء بقى ان انت ان كامبس، سواء انت على الاسفلت او ان انت جوه المول، فبتقدر تتحرك بسهوله يعني ماشي. فدي هو السؤال هو ايه؟ انا في الديزاين بتاع حاجه زي كده، في الديزاين بتاع حاجه زي كده هعمله ازاي؟ طبعا دي المشاكل المشهوره جدا في الموديلنج والكنترول ده بنسميه الايه؟ البندول المقلوب، اسمه كده الانفيرتد بندلم. انفيرتد ايه؟ بندلم. عاوز من النهارده لحد المحاضره اللي جايه عاوزكم تشوفوا الفيديوهات بتاعه الانفيرتد بيندولم دي لحد لما نشوف احنا بقى الموديل بتاعها وازاي نجيب المعادلات والكلام ده كله ماشي. فدي من الحاجات برك من الابلكيشنز المشهوره.
ماشي يا جماعة، تمام. تمام يا شباب، بس مش عايز اكتر عليكم النهارده عشان النهارده اول محاضرة، فايه فانا هأجل دي نخليها المرة الجاية، ولا ايه رأيكم؟ ماشي تمام يا دكتور. تمام يا ادهم، تمام. ارجو النهارده الناس تكون استفادت من المحاضرة، وكان الهدف من المحاضرة النهارده، تمام يا شمس، الهدف من المحاضرة ما هوش المعادلات اكتر من ان احنا نعرف الأهمية بتاعة السيستم داينامكس للإنجينيرينج بروبلمز والتطبيقات بتاعتها في الحياة العملية، ماشي؟ فده الكلام ده هو مهم جدا، ماشي يا شباب؟ أوقف بقى التسجيل، ولو حد عنده، اتفضل يا يوسف، اتفضل. دكتور يوسف حضرتك سامعني؟ اتفضل يا يوسف، انا سامعك. انا كنت مش انت اللي كنت رفعت ايدك كذا مرة وقعدت اقول يا يوسف يا يوسف، وانت ما اعرفش بقى كان لا عندك مشكلة ولا ايه؟ لا، ده يوسف اتفضل. وليد، انا اللي سألت على الموتور. تمام يا يوسف، اتفضل اتفضل. طيب، هو لو مناسب مع حضرتك يعني يا دكتور، ممكن الليكشرز بعد كده تفضل اونلاين لو مناسب مع حضرتك يعني. ما انا كنت لسه هقول لكم، هو المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله انا بصيت على الجداول بتاعتنا كلها بتاعت كوميونيكيشن في كمبيوتر باور، لقيت ان الوقت المناسب هيبقى ان شاء الله يوم الثلاث من 4 لـ 7، يوم الثلاث ان شاء الله يا شباب من 4 لـ 7، معايا؟ تمام يا دكتور، تمام يا يوسف، تمام، شكرا. تمام الناس كلها سمعتني يا جماعة، وانا بحاول اقفل الريكورد. تمام يا شمس، تمام. هو طبعا المايكروسوفت تيمز واضح ان هو فيه ايشو او فيه مشكلة.